حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا كل صباح الخير على كل مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من هذا الصباح. هكون معاكم فيها النهاردة أنا نهى درويش من دلوقتي ولحد الساعة 11، وهقدم لكم فقرات كتير وأخبار كتير أتمنى أن هي تنال أعجبكم. تابعونا على مدار الساعات الثلاثة اللي جاية في هذا الصباح. هنبتدي مع حالة الجو النهاردة، واللي بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات مصر. القاهرة الصغرى 24، العظمى 36، الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30، مطروح الصغرى 22 والعظمى 30، بورسعيد الصغرى 24 العظمى 32، العريش الصغرى 24 والعظمى 33. شرم الشيخ الصغرى 28 العظمى 40، الغردقة الصغرى 27 العظمى 39، المنيا الصغرى 24 العظمى 38، أسوان الصغرى 28 العظمى 41، حلايب الصغرى 29 والعظمى 35. ومن حالة الطقس هننتقل للحالة المرورية على أبرز المحاور بالقاهرة الكبرى، واللي هنتابعها مع حضراتكم على جوجل ماب. بنشوف دلوقتي مع حضراتكم الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية في كافة الاتجاهات، وبعدين بنروح لكوبري أكتوبر من مدينة نصر ومتجه إلى وسط البلد والمهندسين، بيشهد سيولة مرورية على كل الاتجاهات. ومشاهدينا ممكن تتابعونا دلوقتي على البث المباشر لبرنامج هذا الصباح على الصفحة الرسمية لقناة إكسترا نيوز على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نروح لأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية واللي سجلت استقرار مع أجازات البنوك. سجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع. اليورو للشراء 18.40 جنيه للبيع للشراء و 18.55 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني سجل 21.46 جنيه للشراء و 21.70 جنيه للبيع.
بالنسبة لأسعار الذهب، كان في ارتفاع امبارح في التعاملات المسائية ليوم الجمعة بقيمة 5 جنيه تقريبا، مع صعود أسعار الذهب عالميا ل 1810 دولار للأوقية، وعيار 18 سجل في الأسواق المصرية 674.5 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 787 جنيه للجرام، أما الذهب عيار 24 سجل 899 جنيه و40 قرش للشراء، أو جنيه 899 جنيه و40 قرش، وجنيه الذهب سجل 6296 جنيه. لسه عشاق السينما العالمية عينيهم على فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي اللي تابعنا انطلاقته القوية بعد سنة من الغياب وتسببت فيها جائحة كورونا، واللي فيه مشاركة مصرية في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بعد اختيار المخرج والسيناريست المصري سامح علاء لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، واللي حصل السنة اللي فاتت على الصعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلمه الروائي القصير 16، واللي بيعتبر أول فيلم مصري يحصل على الجائزة دي في تاريخ السينما المصرية. مش بس كده، كمان أعلن مركز السينما العربية عن قائمة 101 الأكثر أهمية في السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، واللي ضمت 32 اسم من مصر سواء من النجوم أو المخرجين أو المنتجين زي أحمد عز ويسرى وكريم عبد العزيز ومنى شلبي، ومن المخرجين مروان حامد وعمرو سلامة وأيتن أمين وغيرهم، ده غير المنتجين تامر مرسي ومحمد حفظي وأحمد بدوي. ومعانا على التليفون من أروقة مهرجان كان السينمائي الدولي الناقد السينمائي طارق الشناوي. صباح الخير عليك. أهلا وصباح النور. في البداية لو تكلمنا عن فعاليات المهرجان بشكل أوضح. بصي، طبعا 24 فيلم في المسابقة، وده رقم ليس هينا، يعني في بعض الدورات كان بيبقى أقل من 20، فالعدد الأفلام المشاركة في المهرجان في المطلق عدد لم يتأثر بالجائحة، برغم أن السينما العالمية تأثرت بالجائحة كإنتاج، لكن علينا أن نعلم أن حوالي يمكن 2000 فيلم كان عندهم طموح للعرض في المهرجان وتقدموا له. يعني عايز أقول أنه برغم كل ما نعانيه من مشاكل بسبب الجائحة، لكن السينما كصناعة لا تزال قادرة على المقاومة ولا تزال موجودة بقوة، بدليل أنه المهرجان مستمر وأفلام المسابقة بوجه عام، وأنا بحضر المهرجان دي الدورة رقم 30 مثلا، بوجه عام الأفلام جيدة. طيب لو حضرتك ممكن تكلمنا أكتر عن المشاركة العربية وضيوف المهرجان وأبرز نجومه. بصي، في المشاركة العربية في من تونس أولا كوثر بن هنية لها مشاركة في لجنة التحكيم، في فيلم تونسي في نظرة ما، في فيلم لبناني، في فيلم مغربي في المسابقة الرسمية لنبيل عيوش اللي هو طبول كازابلانكا، ودايما نبيل عيوش أفلامه بتثير يعني إيه مشاكل وجدل، أو نسميها جدل أكثر منها مشاكل في المغرب. يعني الفيلم المركز القومي للسينما في المملكة المغربية بيدعم الفيلم، وأيضا الفيلم بيبقى واخد جزء إنتاجي من الخارج من فرنسا ومن غيره، ولكن لأنه دايما بيمتاز أفلامه بالجرأة ولسه لم يعرض حتى الآن، بيبقى ردود الفعل غالبا تميل للجدل وفيها أحيانا بعض اتهامات للمخرج، ولكن وكان لسه يمكن من 4 سنين بالكثير كنت شايف له فيلم في اسبوعي المخرجين ايضا اثار الجدل
وكان له يمكن من 7 سنين في فيلم ايضا اثار الجدل وهكذا يعني. هو مخرج دايما عنده وجهه نظر، افلامه يستعين فيها بشخصيات تقف امام الكاميرا لاول مره. طيب يعني حد اتفضل. يعني ما بيعتمدش على الممثل المحترف بقدر اعتماده على انه تصل الحاله للجمهور. طبعا الفيلم هذه المره بيتعرض للموسيقى الاندر جراوند، وبالتالي هو استعان بناس بتقف لاول مره امام الكاميرا. بالظبط. طيب حضرتك كان مهرجان كان توقف السنة اللي فاتت طبعا بسبب كورونا. السنة دي التنظيم فيه اختلاف عن السنوات الماضية ولا في ازاي؟ يعني كلمنا اكتر عن تنظيم المهرجان. بصي طبعا في مشكلة بتواجهنا كلنا او الاغلبية، يعني انك بتضطر تعمل تيست بي سي ار كل 48 ساعة في بعض قاعات او اغلب القاعات المهمة. المهرجان لا تسمح بالدخول بدون تيست بي سي ار، فطبعا دي مشكله يعني طبعًا. بنستهلك وقت كبير قوي، بنستهلك وقت يعني قاتل كمان. طب استاذ طارق، مين اللي معاك من الفنانين المصريين في الوفد المصري؟ قليل يعني، هو يمكن المنتظر ان هو ياتي بعد قليل. محمد حفظي. طب والافلام اللي حضرتك شفتها ايه؟ الافلام حضرتك استاذ طارق، الافلام اللي حضرتك شفتها في المهرجان لحد دلوقتي. بصي هو افضل فيلم انا شفته حتى الان فيلم لمخرج منتشاد اللي هو صالح هارون، الروابط المقدسه. الفيلم بيتعرض للزيف اللي بيطرحه البعض في ادعاء القيم القيم الانسانيه، ويتدثر عنوه تحت يعني شعار الاسلام، وهو لا يمارس شيء له علاقه بالاسلام. فالفيلم الحقيقه فيه اللمحه دي بدون مباشره. في ايضا الجو الفلكلوري الافريقي في دوله تشاد، وبالمناسبه تشاد دوله ليست عربيه ولكنها في جزء كبير منها تتحدث العربيه. والعربيه كمان مفهومه جدا لانها بتقترب من اللكنه السودانيه المحببه لينا كلنا واللي بنحب يعني ايه نتعامل بيها. يعني الفيلم ناطق بنسبه كبيره بالعربيه. طبعا هي تشاد تتكلم ايضا الفرنسيه، لكن الجزء الاكبر كان ناطقا باللغه العربيه. طيب حضرتك ممكن تكلمنا عن الجوائز، ومين في رايك هيبقى ابرز المقربين؟ وطبعا لسه بس مؤكد انه لما اصغر فرهادي اللي هو المخرج الايراني المعروف له فيلم يبقى احتمالات حصوله على جائزه كبير. احتمالات كبيره جدا. ايضا ممكن نقول انه ناني موريتي وفيلمه سيعرض غدا، مخرج طلياني معروف برضو من يعني دايما بيحظى باهتمام كبير من المهرجان. اظن دول هيبقوا الاقرب. اكيد هنتابع. لسه جاي افلام اخرى. اكيد هنتابع مع حضرتك اخر فعاليات المهرجان. وشكرا ليك، شكرا جزيلا. انا الناقد السينمائي طارق الشناوي. كتير مننا بيتعامل مع الزنجبيل او كما هو معروف الجنزبيل على انه من الحاجات الطبيعيه اللي بيكون ليها فوائد كبيره في حاله الاصابه بالكحه، ولكن واضح ان الزنجبيل ليه فوائد اكتر. كشفتها دراسه جديده اكدت ان تناول الجنزبيل لمده شهر بشكل يومي، وده باضافه قطعه صغيره منه للعصير او الشاي، ليها فوائد كتير للجسم زي ما اكد موقع ساينس اليرت.
واللي وضح في تقرير نشره أن الجنزبيل بيعتبر مضاد للالتهابات وبيقلل من أثرها في الجسم بشكل سريع. كمان بيساعد على تقليل الشعور بالغثيان الصباحي، وبينصح به المتخصصين بشربه يوميا خصوصا للسيدات الحوامل، وكمان للأشخاص اللي بيخضعوا للعلاج الكيميائي. ده غير أنه بيساعد في تقليل ألام العضلات وبينشط حركة الأمعاء، وبيساعد أي شخص بيعاني من إمساك مزمن. وهتنضم إلينا هاتفيا دكتور نسمة ياسر، استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير عليك يا دكتور نسمة. صباح النور. لو تكلمينا أكتر عن فوائد الجنزبيل وأهميته على الصحة بشكل عام. هو الجنزبيل فعلا مفيد جدا، ومن الحاجات المهمة واللي ليها تأثير قوي، واللي بتستخدم في العلاج من زمان، يعني في الطب البديل وطب الأعشاب وطب الشعبي. يعني الجنزبيل من الحاجات القوية اللي ممكن حد يستخدمها تعمل علاج فعلا وعلاج إفكتيف. بس زي ما حضرتك قلتي نقطة كده صغيرة، قلتي ان يتاخد منه قطعة، عشان الناس بتستخدم دايما الجنزبيل الباودر، وهي معظم الفوائد في الجنزبيل الفريش. ان هو يتقطع قطع ويتاخد منه قطعة. الجنزبيل مفيد جدا، يعني احنا ممكن نبدأ بالحاجات اللي حضرتك اتكلمتي فيها. هي فعلا مظبوطة، الجنزبيل فيه مواد مضادة للالتهاب، فهو بيسكن الألام وبيهدي التهابات المفاصل جدا. والناس بتحس بفرق فعلا مع الاستخدام. وهو كمان غني بمضادات الأكسدة، فمضادات الأكسدة ما بتكون عالية بالشكل ده في حاجة، عشان كده في ناس بتستخدمه للتخسيس أو بتقول إن هو بينفع في التخسيس. هو بيعلي معدلات الحرق جدا، وبيقلل الالتهابات في الجسم، وبيعتبر كمان من الحاجات اللي الدكاترة بتنصح بيها دايما، ان هي بتقي من السرطانات، سرطان القولون، سرطان الجهاز الهضمي، ان هو لو اتضاف للاكل للسلطه كل يوم، او مثلا يعمل مشروب كل يوم، دي حاجه بتحسن جدا من حركه الجهاز الهضمي، بتحسن من حركه الامعاء، بيزود افرازات الجهاز الهضمي، فبيقي مثلا من مشاكل المعده. فعلا بيقلل الغثيان او الصيء، يقلل المغص، يقلل الامساك، لانه بيخلي صحه الجهاز الهضمي افضل كتير. طب هو طريقه تناوله بتبقى ازاي؟ يعني القطع دي بتتبشر ولا بيتعسر ولا ازاي عشان الواحد يستفيد من كل مكوناته؟ هي ممكن القطعه تتغلي ويتشرب المغلي بتاعها كمشروب، وده طبعا برضو اكيد يعني بيفرق جدا في ادوار البرد، وهو كمان فيه مضادات التهاب، فبيفرق في ادوار البرد وادوار الكحه ومشاكل الاحبال الصوتيه، لان هو برضو قوي جدا في النقطه دي. ممكن يتبشر ويتحط مثلا على السلطه في الدريسنج او في الصوص اللي بيتعمل للسلطه، ده يكون افيد من ان هو يتاخد باودر مجفف. بس هو حتى وهو باودر مجفف ليه فوائد كتير برضو. انا كنت لسه هسال حضرتك، يعني هي الباودر ليها فوائد ولا يعني كانه بتروح منه معظم فوائد او الفيتامينز او الحاجات اللي فيه؟ لا، مش بتروح معظمها، بس بيروح جزء منها، لان الجنزبيل ليه طعم قوي جدا، وفي زي زيوت طياره بتروح مجرد بس بالقطع، ومجرد بعد ما يتغلي بشويه، فالتجفيف بيخلينا نفقد جزء من المواد الفعاله دي، بس مش كل، فهو كده كده ده مفيد يعني. طب في ناس بتشوف ان طعمه بيبقى جامد قوي، او طعمه مش اي حد بيتقبله، بس يعني ظروفه الصحية أو بيبقى محتاجه، إزاي ممكن يتناوله بطريقة ما تضايقوش في طعمه؟ إزاي ممكن طعمه يخف شوية؟ لأنه طعمه لازع يعني. يعني إحنا من موروثاتنا في مصر يعني إن إحنا الحاجة اللي طعمها بيبقى غريب نحاول نعملها ميكسينج أو نخلطها مع حاجة تانية طعمها محبب لينا أكتر. يعني دايما تلاقي الناس ما تشربش الجنزبيل لوحده، تشرب قرفة بالجنزبيل، يعني دي حاجة منتشرة، أو يشربوا الجنزبيل مع الليمون، لأن بيكون طعمهم مع بعض حلو. يعني بيقلل من يعني قوة طعم الجنزبيل، سواء القرفة بتدي سكارة أو الليمون بيدي حمضية، فبيعادل يعني البانجنت أو الطعم القوي للجنزبيل، والمصريين متعودين على المشروبين دول جدا. طيب حضرتك يا دكتور، الناس اللي عايزة تخس بتنصحيها إن هي تتناوله إزاي الجنزبيل؟ انا بنصحهم اولا ان هم وهم اول نقطه، يعني قبل ما يشربوه ما يتوقعوش منه نتائج سحريه، لان
بيتكتب على الانترنت كلام مش صح قوي ان المشروب حارق لدهون البطن، مشروب بيغير الشهيه وحاجات كده، وده طبعا مش مظبوط جدا بصراحه، لان هو بيعلي الحرق، يعني هو مضادات اكسده قويه فبتعلي الحرق طبعا. ممكن يكون ليه تاثير شويه على الشهيه بس بشكل المعقول، يعني هي مش حاجه سحريه، لازم يكون جنبه كمان نظام غذائي متوازن. وانصحه ان هم يشربوا منه كوبايه، ويا سلام لو نعمل بقى ميكسنج مع القرفه، لان الاثنين بيعلي الحرق. القرفه بتعلي الحرق برضه طبعا. شكرا ليكي، شكرا جزيلا دكتور نسمة ياسر استشاري التغذيه العلاجيه. كتير من الناس بتلجأ لأنواع مختلفة من التأمل للتخفيف من ضغوط الحياة، ولكن الجديد اللي أكدت عليه دراسة علمية بخصوص علاقة الأطفال بالتأمل قالت إن التأمل ممكن يساعد الأطفال على النوم لأكثر من ساعة إضافية كل ليلة، وده اللي كشفته دراسة علمية جديدة. وقال فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة ستانفورد إن التقنيات التي تم تعليمها للأطفال كجزء من مناهج المدارس الابتدائية ساعدت الأطفال إن هم يتعلموا يكونوا مستقرين عاطفيا بشكل أكبر، ده غير إن ساعات نومهم زادت ساعة وربع إضافية في الليل. وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة دي روث وهار إن الكلام مع الأطفال عن طريقة وأهمية النوم بدري ما كانش ليه أي تأثير عليهم، ولكن المفيد بالنسبة ليهم هو أن يتم تعليمهم إزاي يسترخوا، وده بعد ما قام مدربين اليوجا والمدرسين بتدريس المناهج مرتين في الأسبوع لمدة سنتين، وركز منهج الدراسة على التدريب على التركيز الذهني بالإضافة لتمارين التنفس البطيء والعميق وبعض تدريبات اليوجا الحركية. ومعانا على التليفون سندس إبراهيم خبيرة اليوجا. صباح الخير. صباح الفل. لو تكلمينا كله تمام، لو تكلمينا عن بداية الدراسة دي، يعني مثلا هنتكلم عن تأمل الأطفال قبل النوم، ده فعلا بيساعدهم في اكتساب فترات نوم أطول؟ وإحنا لو تكلمنا عن التأمل بشكل عام، فهو التأمل بيساعدنا كلنا على الاسترخاء أو على الهدوء أو على تفريغ النفس بحد ذاته. الأطفال لما بتبتدي معاهم إن هم يعرفوا يعني إيه تنفس، يعني إيه يتنفسوا صح، يعني إيه ياخدوا نفسهم صح، ده بيساعدهم على إنهم أصلاً ما يبقاش في عندهم زي إن هم يضغطوا على نفسهم. لا بالعكس، بيخليهم أول بأول بيخرجوا اللي هم مزعلين. إحنا بنبتدي نعبي 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 نعبي، إحنا لو علمناهم إزاي يخرجوا أول بأول ده بيساعدهم على ان هم يبقوا كبار ما عندهمش عقد يعني او كل الحاجات اللي عندنا دلوقتي. هو في يوجا، يوجا مخصوصه للاطفال؟ في تمارين يوجا مخصوصه للاطفال؟ مش تمارين، الستايل بتاع اليوجا نفسه مختلف تماما عن اليوجا الكبيره، لان هم ما لهمش في جو اثبت شويه، لا اكيد مش كده خالص، وممكن يسيبونا ويمشوا اساسا. لكن هم بيبقى الموضوع بشكل ستوري، قصة، بنعمل قصة، بنشوف هورس فبنركبه مثلا، بنشوف تري فبنقلدها، بتبقى بستايل ستوري لعبة. بالنسبة للتأمل أو النفس بيبقى برضو بشكل لعبة، لعبة مسلية أكتر شوية، يعني مثلا احنا بنعلمهم ازاي يتنفسوا، فمثلا بنخليهم كأنهم هيتسلقوا حاجة بيبقى معاهم حبل، بناخد نفسنا واحنا طالعين، بنخرج نفسنا واحنا نازلين، بنغمض عينينا وبنتخيل لعبة كبيرة أو زحليقة بننزلها، وبنبتدي نخرج نفسنا واحنا نازلين من الزحليقة، بناخد نفسنا واحنا طالعين على الزحليقة، كل واحد بيتخيل اللي هو بيحبه، بنوديهم الأماكن اللي هم بيحبوها يعني، بس في دماغهم، بنعلمهم ازاي يسرحوا بخيالهم. بس هي الأطفال صعب جدا تخليها تسرح بخيالها، يعني هو الطفل لما بيشوف زحليقة أو حاجة هو عايز يجري يتزحلق عليها، ما يعني هما بيبقوا هايبر أكتف، إزاي بتسيطري على دماغهم إن هما يسرحوا ويتخيلوا؟
انت قلتي هو سهل عليهم اصلا. انت دلوقتي لو جيتي طفل صغنون خالص وقلتي له انت ايه اكتر حاجه بتحبها، قال لك مثلا الزحليقه بالتحديد مش المرجيحه، الزحليقه، انت مغمض عينك كده تخيل زحليقه حمراء، هتلاقيه غمض عينه بسرعه جدا لان هو بيحب الزحليقه الحمراء، الحمراء بالذات. طيب يلا ناخد نفسنا واحنا طالعين الزحليقه ونخرج نفسنا واحنا بنتزحلق نازلين على الزحليقه، هو الثانيه راح. معاكي. بس عموما الاطفال انت او الانسبكتور او الليدر يعني، وازاي يخش جواه، ازاي يبقى صاحبه، لان دلوقتي الاطفال مختلفه عن زمان. دلوقتي الاطفال فاهمه عارفه، مش شوكولاته تغيرهم، لا خالص. دلوقتي لازم تحسسيهم ان هم كبار وان هم فاهمين وان هم عارفين كل حاجه. ان انت ازاي توصل للطفل في حد ذاته، ده بيبقى يعني انضباط على الليدر اللي معاه. حاجه كمان من الحاجات اللي بتساعد الاطفال على النوم بالتحديد او ان هم يركزوا مع نفسهم، حاجه اسمها مودرا. المودرا دي التقاط طاقات الجسم ببعضها، احنا ككبار بنعملها في اليوجا، بس بتساعد الاطفال بشكل اقوى لان هم بيور اكتر على ان هم فعلا يلتقوا طاقات جسمهم. الطاقات دي بتبقى موجوده على الصوابع. بعيدينا فاحنا بنبتدي بشكل او باخر ان احنا نبتدي نلتمس الطاقات دي ببعضها. اكيد، ويعني نامل ان الاطفال يكونوا اهدى ويستمتعوا بفترات نوم اطول. شكرا ليكي، شكرا جزيلا سندس ابراهيم خبيره اليوجا. مع بداية امتحانات الثانوية العامة النهاردة بيبقى فيه توتر وقلق، واللي كتير بيتحول لمشاعر سلبية في البيت، وده بيكون ليه تأثير على الطالب. ده غير تأثير الضغط العصبي على كل أفراد الأسرة، والتوتر ده بينعكس بشكل سلبي على نفسية الطالب اللي بيكون هو أكتر حد متضرر ومضغوط. عشان كده النهاردة كان لازم نتكلم عن طرق التخلص من النوع ده من الضغوط بالنسبة للطالب، وإزاي نهيئ المناخ الأسري المناسب للطالب في امتحانات الثانوية العامة، ونعرف أفضل وقت للمذاكرة والتحصيل. عشان كده هتنضم لنا في هذا الصباح دكتور ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والتربية وطرق التدريس. أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيكي. يعني في البدايه لو تكلمينا ان امتحانات الثانويه العامه اول ما بتقرب
بيبقى فيه ضغط نفسي كبير جدا في البيت، وبيأثر على نفسية الطالب في المذاكرة وفي الامتحان. فهل فعلا البيت عنصر أساسي لدعم الطالب نفسيا في فترة الامتحانات؟ ده أكيد طبعا، زي أي حاجة بنتخطاها في حياتنا مش الثانوية العامة بس، دايما البوتقة الأولى والأخيرة لاستخراج أي طاقة سلبية أو إيجابية هي البيت، لأن هو ببساطة هو البيئة الأولى أو البيئة المحيطة الأولى بالشخص نفسه المنوط بأداء أي مهمة، إن كانت ثانوية عامة أو إقدام على عمل أو إقدام على خطوبة أو زواج أو ما إلى ذلك. لذلك هي تعتبر هي الجدار الأول اللي بيحتك بيه كل شخص بشكل أولي يعني. طيب حضرتك يا دكتور، الخوف عامة بيبقى مسيطر على الطالب بشكل كبير وعلى الأسرة، بالذات لو دخل امتحان وكان الامتحان طلع صعب والناس طلعت من الامتحان بتشتكي، فتاني يوم ممكن يكون بيعمل وحش في الامتحان اللي بعديه نتيجة التأثير من الامتحان اللي قبله. ازاي المناخ بيتهيأ للطالب انه يكون هادي ونفسيته مرتاحة انه حتى لو عمل في امتحان الاولاني وحش يقدر يحقق في الامتحانات الجديدة نتيجة احسن؟ بصي، هو السبورت الاول والاخير في النقطة دي تحديدا هي الام المصرية او الاسرة بوجه عام. احنا عندنا دايما الهاجس بتاع بعبع الثانويه العامه ده هاجس متأصل فينا بشكل كبير جدا، على الرغم والله ان يعني النجاح في الثانويه العامه هو ليس نهايه المطاف على الاطلاق، وياما ناس نجحوا في حياتهم بشكل كبير جدا، ويمكن ابرزهم توماس اديسون بدون الالتحاق بالثانويه العامه والنجاح فيها، يعني اذا هي مش اخر المطاف بالنسبه لنا. انا بس عايزه اقول لكل ام ولكل الاهالي ان لازم ان احنا نحترم قدرات اولادنا، ما نضغطش عليهم اكتر من اللازم، لان الضغط النفسي ده في الاول وفي الاخر لا يجلب عليهم الا الطاقه السلبية اللي هي للأسف هتنعكس عليهم بشكل سلبي. لذلك أنا بقول لو سمحت يا أم يا مصرية، تجنبي تماما أي مقارنات ممكن تكون سيئة بالظبط، لأن كل طالب ليه قدراته الخاصة، أنت نفسك كأم ليكي قدراتك الخاصة اللي بتختلف عن أختك وعن جارتك وعن صاحبتك وما إلى ذلك، فما بالك أنت بتكلمي في طالب الثانوية العامة ده اللي هو ستيل طفل لغاية دلوقتي علميا. فيعني ارجو ان يبقى يعني التعامل معاهم يكون بشكل ايجابي اكتر من كده. طب افرض ان احنا اتحطينا في فكره، ولو ان احنا الحمد لله السنه دي متخطينها بشكل كبير جدا، لان حتى من الجانب النفسي تكرار الامتحان بالشكل التجريبي اللي تم السنه دي ده الحقيقه سبق، يعني اعتقد ان هو شال كتير قوي من العبء النفسي على طالب الثانويه العامه هذا العام. ولكن خليني اقول لحضرتك ان بطبيعه الحال وبطبيعتنا السيكولوجيه المصريه الجميله دايما عندنا هاجس الخوف والقلق من الثانويه العامه، فدايما بتلاقي طالب الثانويه العامه بيخرج من الامتحان يتجمع عليه الطلاب زمايله، يتجمع عليه المدرسين اللي كانوا بيذاكروا له، الام في الاول وفي الاخر اديني تقييم لامتحان النهارده. عايزه اقول لحضرتك دي يعني خطوه سيئه جدا جدا، لازم نحاول ان احنا نتجنبها، لان بمنتهى البساطه فكره ان حد قادر ان هو يراجع امتحانه ويلاقي حتى لو غلطه ممكن تكون فاتته بشكل او باخر، بشكل مباشر او بشكل غير مباشر منه او بشكل غير مقصود منه، طبعا ده اكيد هي يعني مش هيديله غير انطباع سلبي عن اللي جاي، وهيبقى محبط وقاعد يلوم نفسه ليل ونهار. لذلك انا بقول لو سمحتوا يا جماعه، احنا اجتزنا الامتحان خلاص، سواء اول يوم تاني يوم تالت يوم ايا كان، ابص للي جاي، اخلي عندي طاقه ايجابيه للي جاي بقدر الامكان. والاهم من كل ده ان طالما انا معتمد على ربنا سبحانه وتعالى وعارف مجهودي وعارف قدراتي وعارف قدرات ابني كاسره برضو، هقدر ان انا احترم ده تماما، وهقدر ان انا اديله دفعه قويه للي جاي ان شاء الله. الهاجس النفسي يا استاذه للاسف عايزه اقول لحضرتك ان هو بيأثر لو بنسبه 50% على نتيجه او تحصيل الطالب، يمكن الناس ما تصدقش، لكن للاسف دي الحقيقه. طلاب كتير جدا من طلاب الثانويه العامه او الاعداديه او المقبلين على اي ريسك في حياتهم، يعني بيعتبر يعني حاجه محور حياه بالنسبه لهم، بتلاقيهم بيعانوا من مشاكل كتير جدا، الصداع المستمر، ممكن تجي لهم حاله دائريه مفاجاه، ممكن يجي لهم حاله مغص مفاجاه، وكل الحاجات دي عوامل نفسيه للاسف بتنبعث على الجسد بدون يعني شكل مباشر. وللاسف كتير من الاسر المصريه ما بيبقوش عارفين ان كل المشاكل دي هي السبب الاساسي فيها هي النفسيه. لابد من عدم اهمال نفسيه الطالب باي شكل من الاشكال، احنا ككبار بنقول ان احنا لازم نهتم صحتنا النفسية، فما بالك لما نكون بنتكلم على طفل. عندنا دلوقتي حاجة في منتهى الخطورة يا فندم اسمها الأمراض النفس جسمانية. إيه الأمراض النفس جسمانية دي باختصار؟ اللي هي أي ضغط نفسي أو عامل نفسي شديد بتمر بيه الأجهزة، الجهاز العصبي والخلايا العصبية داخل الجسم، بتعمل اعتلال للأسف في الجسم بشكل عام.
فتلاقي ناس عندها مشاكل في المفاصل بيبقى السبب بتاعها نفسي، ناس عندها مشاكل في المخ وصداع مستمر لسبب نفسي، ناس عندها مشاكل في المعدة تصل إلى التشخيص إلى حد القرحة وبيبقى العامل الأساسي فيها عامل نفسي. فلو سمحتوا ده طفل بالنسبة لنا، نحاول إن احنا نحترم قدراته ونسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. النجاح زي ما قلت لكم مش هو آخر المطاف، وإياكم إياكم والمقارنات بأي شكل من الأشكال. طيب دكتور ولاء، لو هنتكلم عن أهم الأوقات اللي بيكون فيها المخ قادر يستوعب المذاكرة، يعني هل بتفرق من واحد للتانية ولا كل الناس بيعدها أوقات معينة؟ يعني أنا لو هكلم عن نفسي مثلا، كنت من الفجر فترة المساء للفجر الصبح ما كانش دماغي بتستوعب حاجة، فده بيبقى بتفرق من حد لحد ولا بيبقى كل الناس عندها نفس الفترة؟ بصي هو ده إيحاء نفسي، يعني انت طبعا يعني شاطره ما نقدرش نقول حاجه، لكن الفكره انت عودتي نفسك على كده واديتي لنفسك الإيحاء النفسي الكافي ان هو ده افضل وقت بالنسبه لك تقدري تذاكري فيه، فلذلك قدرتي ان انت تنجزي فيه. ولكن عايزه اقول لحضرتك انت بقى اهدرتي حق نفسك كتير قوي، لانك لو كنت ظبطتي الساعه البيولوجيه بالنسبه لك كنت هتحققي نتيجه افضل من اللي انت عملتيها برضو بكتير. ليه؟ المفروض ان في وقت معين من الليل اللي هو بيتخلله مثلا من الساعه 2 ل 3 بالليل تحديدا، بتفرز الغده الصنوبريه هرمون هام جدا جدا بيحافظ على النفسيه والعصبيه المزاجيه للانسان طول اليوم، وللاسف لن يتم افراز هذا الهرمون اطلاقا الا في عدد ساعات النوم اللي في الليل تحديدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حدد ان النهار للعمل والليل للنوم بشكل كبير جدا. المشكله بقى كبيره دلوقتي بالنسبه لنا هي زي ما قلت لحضرتك فكره الساعه البيولوجيه، بتلاقي طالب الثانويه العامه الليل ونهار ونهار وليل، ودي في حد ذاتها كارثه كبيره. عشان يقدر ان هو اوتوماتيكلي يعدل الساعه البيولوجيه دي لازم يتعود له على الاقل لاسبوع، يعني مش اقل من كده عشان يقدر ان هو يظبط ساعته تاني، لان هتلاقيه في التوقيت اللي هو بيذاكر فيه بالليل وقت الامتحان بيبقى الصبح بيبقى جزء كبير جدا من عقليته مهدر. الاهم بالنسبه لي ان مش بكتر التحصيل ولا بكتر ساعات المذاكره ابدا هو ده النجاح، لا بالعكس، انا الاهم بالنسبه لي ان انا اقدر ان انا اخد قسط كافي من الراحه اتليست 6 ساعات وماكسيمم 8 ساعات عشان اقدر ان انا استعيد قوتي ونشاطي تاني. معلش احنا مش اله، احنا مش ماشين ومش حديد، يعني احنا بني ادمين من حقنا ان احنا نرتاح ونقدر ان احنا نستعيد نشاطنا. وده مش اهمال مننا ابدا ولا اي حاجه، بالعكس انت عشان تقدر ان انت تدي طاقه صحيحه وتستعيد نشاطك بشكل كافي لازم برضو تاخد القسط الكافي من الراحه، علاوه طبعا على الاطعمه اللي لازم ان احنا نتناولها وناخد بالنا منها اثناء. هنرجع لحضرتك في الاطعمه بس خليكي معانا دكتوره ولاء، هنروح نطمن على سير امتحانات الثانويه العامه النهارده واللي تم الاستعداد ليها بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت مع تطبيق الاجراءات الاحترازيه المشدده في كل المدارس واجراءات التعقيم والتطهير اللي تمت واللي بتستمر للحفاظ على سلامه كل المشاركين في الامتحانات سواء من طلاب الثانويه العامه أو المشرفين على عملية الامتحانات. عشان كده كاميرا إكسترا نيوز هتنقل لنا في بث مباشر أهم الاستعدادات التي تمت لاستقبال الطلاب في لجان الامتحانات مع مراسل إكسترا نيوز أحمد الأفيون في إنا. أهلا بك أحمد في هذا الصباح، لو تكلمنا أكتر عن الاستعدادات للامتحانات النهاردة. الخير عليك نهى وصباح الخير على السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت أتواجد هنا في محافظة قنا، واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر، وبالتحديد من أمام لجنة مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات بوسط مدينة قنا، وهي واحدة من ضمن 60 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية على مستوى مراكز محافظة قنا التسعة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية هنا في المحافظة. يمكن أقل من ساعة ونصف تقريبا نهى تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لمادة اللغة العربية للشعبة العلمية وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة من قبل مديرية التربية والتعليم هنا في المحافظة، وأيضا هناك إجراءات أمنية من قبل مديرية الأمن والأجهزة الأمنية هنا في يعني هذه المحافظة. ربما يعني هذه الإجراءات هي من شأنها يعني خروج على العملية الامتحانية بالشكل الجيد. فيما يتعلق بأعداد الطلاب المتقدمين هنا لامتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا لهذا العام هم 17128 طالب وطالبة يؤدون
الامتحانات اليوم في هذه اللجان، منهم 9557 طالب للشعبة العلمي علوم و 1661 للشعبة العلمي رياضة و 5910 طالب وطالبة بالقسم الأدبي. فيما يتعلق بالجولات الميدانية، كان هناك جولة للواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم هنا في محافظة قنا، قاموا بجولة بالأمس لعدد من المدارس للاطمئنان على مدى جاهزية اللجان الامتحانية ومدى يعني هذه اللجان لاستقبال الطلاب ومدى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باللجان والتأكد أيضا من توافر وسائل التهوية الجيدة ونظافة اللجان ومدى تعقيمها وتطهيرها بالشكل الجيد. كما وجه محافظ قنا خلال هذه الجولة التي قام بها بالأمس على يعني تشغيل بوابات التعقيم الذاتي أمام اللجان وضرورة تكثيف أعمال النظافة سواء قبل أو بعد يعني أداء الامتحانات وبشكل يومي، كما أطمأن على يعني تشغيل كافة الإجراءات الاحترازية هنا في المحافظة. مديرية قنا للتربية والتعليم أيضا نهى يعني قامت بدورها بتفعيل غرف العمليات المتواجدة هنا في المحافظة، تم تشغيل 9 غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية هنا في المحافظة، وبالطبع تم ربط هذه الغرف بغرفة عمليات ديوان عام محافظة قنا وغرفة عمليات ديوان عام مديرية التربية والتعليم، وبالطبع أيضا تم ربطهما بغرفة عمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم لتلقي أي شكاوى أو أي يعني بلاغات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية على مدار يعني أيام الامتحانات القادمة. ربما هذا هو المشهد وهذه هي الصورة لدي من هنا من محافظة قنا، وعودة إليك نهى مرة أخرى. شكرا لك أحمد الأفيوني مراسل إكسترا نيوز من قنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. هنرجع تاني لحضرتك يا دكتورة ولاء، وكنا بنتكلم عن التغذية وأيام الامتحانات والنوم بشكل عام. ساعات النوم بتأثر على استيعاب الطالب للمذاكرة وكمان أنواع الأكل. على فكرة هو الطلاب في الامتحانات الثانوية العامة بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الوجبات السريعة عشان ينجزوا، وده طبعا خطأ كبير جدا. لو تكلمينا أكتر بقى عن الحاجات دي. طيب، هو الفكرة بمنتهى البساطة ان اي حاجة انا بتلقاها في هذا الوقت بتمتص امتصاص كامل، ففكرة ان احنا بننبه دايما بوجه عام عن خطورة الفاست فود او الوجبات السريعة ده يعني تحديدا عشان مشكلة المواد الحافظة ومشكلة الزيوت المهدرجة وما الى ذلك اللي هي بتأثر بوجه عام على الصحة العامة، فما بالك انك محتاجة في الوقت ده كطالبة ثانوية عامة ان انت تخلي كل تركيزك في والفيتامينات اللي موجوده في جسمك كلها بتتوجه ناحيه المخ عشان تقدري ان انت تحصلي تحصيل جيد. فلا طبعا، لو سمحتوا نتجنب الوجبات الجاهزه، لو سمحتوا الامهات المصريات الاصيلات، لو سمحتوا نتجنب المحشي والبط والمكرونه بالبشاميل والحاجات اللي اعتقاد خاطئ مننا ان هي بتغذي ابننا بشكل كافي. لا، لو سمحتوا نحاول ان احنا نتناول الوجبات الخفيفه قدر الامكان، نحاول ان احنا نتناول الفاكهه قبل الاكل مش بعده، عشان الفواكه بتبقى الفيتامين بتاعتها بتبقى ضعيفه شويه فامتصاصها بيبقى اقل لو هي في وسط اكل كتير. لذلك انا بقول دايما الفاكهه نحاول ان احنا نتناولها بشكل يعني قبل الوجبات الرئيسيه بوجه عام، ولازم نحاول نحافظ على الثلاث وجبات الرئيسيه الفطار والغداء والعشاء. والفطار طبعا اهمهم باي شكل من الاشكال. قلبك تعبك قوي على ابنك ومحتاجه ان انت تديله اكل اثناء ما هو ما بيذاكر، لو سمحتي مش اكتر من سناكس بسيطه وعصير فريش، نتجنب العصائر المحفوظه تماما تماما تماما. البروتينات اللي بناخدها نحاول ان احنا نبعد عن الفاتس او الدهون فيها بشكل كبير جدا، لان ده برضو بيأثر على الصحه الذهنيه والصحه الجسديه للطالب وبتوحيله بالوخم والكسل بشكل اكتر من اللازم. لازم نتناول الميه بشكل كافي جدا جدا، لان كل ما بنشرب ميه كتير كل ما ده بيساعد على توصيل الأكسجين من خلال الدم بشكل أفضل بكتير جدا جدا. طيب دكتور ولاء، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة. الرياضة مع الامتحانات طبعا هو ما بيبقاش في وقت، بس ممارسة الرياضة دي بتساعد على ريليزنج النيجاتيف انرجي والهرمون الاندروفين اللي بيزيد، وده بيساعد على السعادة وتقليل الضغوط. تنصحي بممارسة الرياضة أيام الامتحانات؟ حقيقي
بصي هي ثقافه للاسف عامه عندنا، هي فكره حتى ان انت تتفرج على برنامج انت عايز تتفرج عليه عشان تفصل شويه، دي للاسف يعني ممنوعه عندنا تماما. لكن عايز اقول لحضرتك ان طالما الطالب نفسه عارف ان هو طاقته تديه ان هو يمارس الرياضه في هذا الوقت بشكل او باخر، فلا لو سمحتي حاولي ان انت تديله هذا الباعث بشكل او باخر. عايز ينزل مع اصحابه شويه ويرجع تاني، عايز يتفرج على فيلم ويرجع يواصل تاني، مفيش فيها اي مشكله. كل المشكله بالنسبه لي ان انا لازم يكون عندي تايم مانجمنت صح، يعني لازم يكون عندي اداره للوقت بشكل صحيح. ولكن ان انا احاول امنع ابني من ممارسة اي هواية بالنسبة له او اي رياضة بالنسبة له او سماع للموسيقى بشكل او باخر لاخراج بعض الطاقات السلبية اللي موجودة جواه، ما اقدرش امنعه تماما. ليه؟ لان طالما هو عنده هذه الطاقة لن تستغل الا في مجالها الصحيح. فتوفيرك لوقت الرياضة او لممارسة الموهبة بشكل او باخر لن تنالي منه الا استقطاع سلبي من الوقت الخاص بالمذاكرة. فلا لو سمحتوا نحترم موهبة أبنائنا، نحترم مجال الرياضة بالنسبة لهم، بالعكس دي حاجة منشطة جدا بالنسبة له، هتساعده وهتديله فعلا دفعة قوية جدا ان هو يقدر يطلع طاقته السلبية ويستثمر طاقته الإيجابية ويقدر ان هو يدير وقته بشكل صحيح ويستعيد نشاطه. طيب حضرتك شعور الطالب بان دي مرحلة مصيرية هتحدد مستقبله، ده بيخلي عنده ازمة كبيرة مش في النجاح والسقوط ولكن كمان في المجموع، وان هو ازاي مش هيعرف يروح الكليه او يدخل الكليه اللي هو كان بيحلم بيها، وان هو درجاته تبقى اقل ولو حتى 1%. ازاي نحسسه بالثقه في ادائه وانه هياخد نتيجه تعبه طول السنه بعد الامتحانات؟ بصي هي الفكرة برضو من البداية بتبقى الباعث الثقافي داخل الأسرة، بمعنى ان المفروض ان احنا علميا بنقول ان في فروق فردية ما بين الأفراد وما بين بعضها، كل واحد وليه طاقة خاصة وكل واحد وليه قدرة خاصة تختلف من واحد للتاني. فكرة كليات القمة الهاجس السيء اللي دايما احنا بنتكلم فيه وان ابني لو ما طلعش دكتور هيبقى فاشل ولو ما طلعش مهندس هيبقى فاشل، لا بالعكس خالص، انا ممكن ابني يدخل كلية تجارة ويبقى مدير لمستشفى هذا الطبيب يعمل فيها، وممكن يبقى اداري ناجح او محاسب ناجح ويكون في شركة هندسية كبيرة جدا يبقى هو المدير المالي والاداري فيها، دي تبقى بالنسبة له حاجة ادارية اعلى في البوزيشن من المهندس نفسه. فلا المهم بالنسبة لي ان انا احترم قدرات ابني وان انا اخليه هو كمان يتشجع على ان قدراته بتؤهله للمجال الفلاني وليست الاحلام الوردية اللي ممكن تخليه بعد كده يحبط لا هو قادر يحقق حلمه بشكل كافي. على فكرة عايز اقول لحضرتك في كتير جدا من الطلاب اللي ما عندهمش موهبة ان هم يدخلوا كليات القمة كما يقولون يعني من الطب والهندسة، بيدخلوا فعلا كليات الطب والهندسة ولكن للأسف بيلاقوا اخفاق شديد 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 فيما بعد الدراسة وفيما بعد التخرج، أو على الأقل هنقول إن هو بيخرج إنسان عادي. والزمن اللي احنا فيه ده فعلا ما بقاش محتاج لحد عادي، لا ده احنا في زمن تحول رقمي وفي زمن تحول تكنولوجي وفي زمن المفروض ان احنا عندنا كل البواعث الرقميه اللي بتقول ان الانسان ده يعني خلاص يعني هيتغلب على الروبوت في حاجات كتير جدا جدا لان احنا صانعي الروبوت. فما يجيش بعد كده نتكلم او يجي اب يتكلم او ام تتكلم في ان لا انا ابني لو ما طلعش دكتور ده البيت هيتخرب، ولا لا ده حاول ان انت تبقى شاطر وتدخل كليه هندسه لاحسن اطلق من باباك، والحاجات الغريبه اللي احنا بنسمع عنها دي اللي للأسف برضو باع السلبي بالنسبة للطالب. لا أقول له لازم تحترم قدراتك، أوجه ابني لقدراته الصحيحة فين، مفيش فرق خالص في القدرات ما بين علمي وأدبي، دي ليها قدراتها الخاصة وموهبتها الخاصة ودي ليها قدراتها الخاصة وموهبتها الخاصة. لازم أوجه ابني وأحترم ذكائه لأن إحنا عندنا حاجة في علم الناس اسمها تعدد الذكاءات، كل واحد وليه ذكاء نسبي مختلف عن الآخر. في حد عنده ذكاء موسيقي، في حد عنده ذكاء في موهبة الرسم، في حد عنده ذكاء سماعي وهو عنده استعداد ان هو يعني يبقى بيتشقلب وقالب البيت ده ولا قالب الكلاس مثلا سيرك، لكن هو عنده استعداد كويس جدا لتلقي المعلومة بشكل صحيح. فالفكرة بالنسبة لي ان انا ما اقولش الطالب ده حركته كتير ولا كسول ولا ما بيركزش معايا، لا المحصلة في النهاية بالنسبة لي بنتيجته اللي مطابقة لقدراته الخاصة في هذا الوقت. لازم لو سمحتوا يا جماعة نتجه لعلم التربية وعلم النفس اكتر من كده عشان اقدر ان انا اساعد ابني فعلا صح عشان يتوجه لسبل النجاح الصحيحة لحياته العملية. دكتور ولاء خليكي معانا مرة تانية وهنروح نشوف مع حضرتك العرض القادم لأبرز المعلومات عن الثانوية العامة.
شفنا جراف مع حضرتك فيه نصايح ومعلومات لطلاب الثانوية العامة. دلوقتي عايز أسأل حضرتك يا دكتور ولاء، النصايح معينة للأب والأم بخصوص المجموع والضغوط اللي على الطالب للمذاكرة في أوقات أكبر، وده تأثيره على تحصيلهم للمواد المختلفة. كمان كنت عايز أقول لحضرتك إن لو الطالب دخل غصب عنه كلية هو ما بينجحش فيها، وبعد فترة ممكن يحول أو ممكن يكمل فيها وبعدين في الآخر هيتجه للي هو كان نفسه يشتغله. أنت معايا في الرأي ده؟ ده حقيقي طبعا طبعا، لأن زي ما قلت لحضرتك هي فكرة احترام القدرات واحترام الموهبة، ده هام جدا جدا بالنسبة لي. ممكن طالب يكون عنده قدرة عالية جدا ان هو يحصل المجموع اللي يدخله كلية الهندسة، ولكن هو يرغب اكتر مثلا في كلية الفنون التطبيقية. فالافضل بالنسبة لي ان هو يطلع حد يعني مصمم عالمي ودولي، ويبقى ليه في مجال التقنية التطبيقية للفنون وللرسوم افضل، ولا ان هو يطلع مهندس عادي، او ان هو كمان لو يعني ده لو ربنا قدره وقدر ان هو يخلص كلية الهندسة. ده في طلبة كتير جدا للأسف بنلاقي عندها إخفاقات، ومن أول سنة من أول سنة الموضوع بالنسبة لها بيبقى يعني بيمثل حالة من الإحباط الشديد الشديد فعلا، اللي بتخليهم مش قادرين ان هم يتواكبوا مع زملائهم ولا مع دراستهم بشكل أو بآخر. فأنا كده ما عملتش حاجة غير ان أنا عطلت ابني دراسيا، عطلت ابني وضيعت سنوات من عمره بشكل غير عادي، خليته إنسان غير سوي نفسيا، لأن هو دخل حاجة هو مرغم عليها وليس مسير وليس مخير في هذا الشأن عشان يقدر ان هو يدي بشكل كفاية. الأهم بقى من كل ده دلوقتي والواضح جدا بالنسبة لنا في الجيل ده، ان انا بديله الشماعة اللي يقدر يقول لي بيها ان انا فشلت بسببك يا امي، ان انا فشلت بسبب ضغطك عليا يا بابا. فليه انا احاول ان انا بقدر الامكان ان انا ما اديلوش الخيار الصحيح اصلا، ان هو يقدر يقول انا دخلت مسؤوليه كذا فانا هبقى قد المسؤوليه، وانا شايف لنفسي مستقبل ان انا اقدر اعمل كذا وكذا، واختبر قدراتي الخاصه، وساعد ابني ان هو يختبر قدراته الخاصه. والمراكز بتاعه الاعداد والتدريب كتيره جدا الحمد لله، ومراكز الاختبارات لهذه القدرات كتيره جدا، عشان اقدر ان انا فعلا اوجه ابني بشكل صحيح. طب دكتور ولاء، لو حالة الخوف اللي بتسيطر على الطالب قبل دخوله للامتحان، ازاي ممكن يهيئ نفسه ان هو يبقى مرتاح، يكون مش خايف، يقضي على الشعور ده، ينام بالليل كويس؟ يعني ازاي الحالة دي بيتقضي عليها؟ يعني رسالتي دي هتبقى موجهة للطالب تحديدا، ان لازم يكون عندك ثقة في قدراتك الخاصة، لازم يكون عندك ثقة في التحصيل اللي انت عملته. مش هتعمل حاجة في خلال الكام ساعة اللي جايين اكتر من اللي عملتهم طول السنة. حاول ان انت يكون عندك ثبات انفعالي اكتر من كده، اقرا ورقه الاسئله مره واثنين عشان تتاكد ان انت فعلا حاولت ان انت تلم. يعني عندي طلبه كتير جدا بيسالوا في المجال ده، يقول لك ده انا اول ما شفت سؤال صعب بالنسبه لي حسيت ان يعني حياتي اتحطمت قدامي وكان شريط سينما بيمر من المأساويات اللي هشوفها في البيت. لا خالص، بالعكس، انت ممكن تقرا سؤال واحد يبقى صعب بالنسبه لك، وبمجرد ما تقرا بقيه الاسئله هتلاقي المعلومات بتتداعى بالنسبه لك، لان هاجس الخوف بالنسبه لنا الرعب اللي بنلاقيه للوهله الاولى في دخول الامتحان ده للاسف بيأثر سلبا جدا على استدعاء المعلومات، او ان انا اقدر ان انا اعمل فيدباك للمعلومات اللي موجوده عندي. فلا، اقرا الاسئله اللي موجوده عندك مره واثنين، اتاكد ان انت حطيت وتاكد تماما. معلش دكتوره ولاء، على قد مذاكرتك وعلى قد تحصيلك، وتاكد تماما. لو معلش تخليكي معانا يا دكتورة ولاء مرة تانية، هنروح نطمن على سير امتحانات الثانوية العامة من محافظة القاهرة مع زميلنا محمد بهاء مراسل اكسترا نيوز. صباح الخير عليك يا محمد، ولو تكلمنا عن التفاصيل عندك. صباح الخير عليك نوع على السادة مشاهدي اكسترا نيوز في هذه المتابعة الحية والمباشرة لماراثون امتحانات الثانوية العامة موسم 2021، والذي يبدأ اليوم السبت بامتحان اللغة العربية للشعبة العلمية التي يقدر عددها بنحو حوالي 393,093 طالب وطالبة، هم عدد طلاب الشعبة العلمية. يؤدوا اليوم امتحان اللغة العربية الذي من المفترض أن يبدأ في تمام الساعة 10
العاشرة صباحا ويستمر 3 ساعات دون توقف، متواجدين في أمام أحد المدارس بمنطقة مصر الجديدة وهي مدرسة الشهيد مصطفى يسري عمارة. في وبالفعل بدأ الطلبة والطالبات يتوافدون على هذه المدرسة التي يوجد بها عدد من اللجان الامتحانات، وفي انتظار أيضا بدء جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية بصحبة محافظ القاهرة في عدد من مدارس محافظة القاهرة للاطمئنان على سير عملية الامتحانات. عايز يعني خليني أقول لك أنها أن كافة الوزارات المعنية والمحافظات الجمهورية استعدت جيدا واتخذت كافة الإجراءات الصارمة الوقائية منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد، استعدت لوجستيا بتجهيز مقار الامتحانات التي يبلغ عددها في محافظات الجمهورية 2189 لجنة امتحان، وبمحافظة القاهرة يوجد 293 لجنة امتحان زاد عددها عن مواسم الامتحانات السابقة بالطبع، يعني تنفيذاً للإجراءات الصحية والوقائية منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد. محافظة القاهرة اليوم يبدأ أو يمتحن فيها عدد طلاب الشعبة العلمية 93,093 طالب وطالبة وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، بنتحدث عن بوابات تعقيم، تطهير أيضاً لكافة مقار الامتحانات. كما ذكرت لك الامتحان يبدأ في تمام الساعة العشرة صباحا ويستمر 3 ساعات. ربما هذه هي الصورة من أمام إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والآن أعود إليك مرة أخرى بالكلمة نهى. شكرا ليك محمد بهاء مراسل أكسترا نيوز على كل التفاصيل والمعلومات، وعودة مرة أخرى لدكتور ولاء شبانة. أخيرا يا دكتور ولاء، حضرتك كنت بتكلمينا عن لو الطالب شاف سؤال صعب إزاي ما يتوترش بقية الامتحان، ايه النصيحة اللي بتديها له فعلا؟ هو ممكن يكون أول سؤال بالنسبة له هو مش عارفه، فبيبتدي ده يأثر على إجاباته على كل الأسئلة اللي جاية حتى لو عارفها، فإيه النصيحة اللي بتديها له؟ ده صحيح، هو الحل الأمثل بالنسبة لي إن أنا أتناول القراءة للامتحان بوجه عام، أقرأ الامتحان كله الأول، حتى لو أول سؤال بالنسبة لي ولا تاني سؤال ولا غيره جاء سؤال صعب بالنسبة لي، ما حاولش أن أنا أشتت نفسي بأن أنا أركز على السؤال الصعب بس، لا بالعكس، لأن أنا لو تركت السؤال الصعب دلوقتي وبصيت على بقية الأسئلة وحاولت أن أنا أحلها الأول، هتلاقي المعلومات بتتوارد بالنسبة لي واحدة واحدة. ليه؟ لأن بمجرد نفسيا ما أنت بدأت أن أنت تحل أو تفكر في الأسئلة اللي سهلة بالنسبة لك، أنت هتلاقي باعث هدوء نفسي بالنسبة لك، الحمد لله أنك عارف تحل واحدة واحدة، هتلاقي الأسئلة بتعمل استدعاء أو بتعمل إحضار للفيدباك اللي عندك عن باقي المعلومات بعد ما تحس بالثبات الانفعالي بشكل أو بآخر. يبقى نصيحتي ليك إن حتى لو لقيت سؤال صعب، لا، ابدأ بالأسئلة السهلة الأول وإقرأ قراءة عامة لكل الأسئلة اللي موجودة عندي. وطبعا لازم يكون معاه المية الخاصة بيه، لازم يحافظ طبعا على الإجراءات الاحترازية الخاصة بيه، وما يفكرش نفسيا إطلاقا في موضوع الفيروس والكلام ده، لأن الباعث النفسي يا أستاذة نهى مهم جدا جدا بالنسبة لنا دلوقتي. الباعث النفسي للأسف بيأثر حتى على الجهاز المناعي لأي حد حتى لو كبير، يبقى بالتالي لازم أخلي بالي من صحتي النفسية جدا، لازم يكون عندي إيمان بالله، لازم يكون عندي إيمان بقدراتي، لازم أثق في نفسي. توتري مش هيعمل أي شيء غير إن هو هيأثر عليا سلبا في الإجابات بتاعتي، يبقى أعمل اللي عليا وأترك النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى. شكرا ليكي، شكرا جزيلا دكتور ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والتربية وطرق التدريس، وشكرا لانضمامك لهذا الصباح. عفوا. هنستعرض الجراف عن بعض النصائح والمعلومات الهامة عن امتحانات الثانوية العامة.
أهلا بكم من جديد في هذا الصباح. وأكيد مصر كانت وهتفضل غنية بمواهب ولادها اللي بيرفعوا اسمها في كل مكان في العالم مع ارتباط المصريين بالفنون من قديم الزمن، وده اللي أكدت عليه موهبة شابة استحقت أن يتم تكريمها من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باعتبارها أصغر مطربة أوبرا مصرية في أوبرا فيينا بالنمسا. وده مش بس السبب، لكن كمان التكريم كان الاحتفاء بنجاحاتها الكبيرة والمبهرة في الخارج وتقديمها كنموذج مشرف للمصريين في الخارج، ده غير دورها في دعم مبادرة تتكلم عربي اللي أطلقتها وزارة الهجرة واللي كرمتها كمان. والنهاردة بتشرفنا في الاستوديو ضيفتنا مطربة الأوبرا مريم طحون. صباح الخير عليك يا مريم. صباح الخير. يعني انت صغيره قوي يا مريم صح؟ اه. كلمينا كده عن نفسك في الاول قبل ما نبتدي معاكي اللقاء. يعني انا عندي 16 سنه وانا من صغري وانا بحب الموسيقى جدا، يعني بدات وانا صغيره خالص عندي 8 9 سنين، بدات الاول على البيانو وبعدين كملت للغنى، ولما دخلت بقى الاعداديه رحت بدات بقى بالغنى الاوبرالي، ومن ساعتها بقى غنى وبيانو الاثنين مع بعض. طب مريم في البداية احنا طبعا بنبارك لك على التكريم المستحق من وزارة الثقافة، عايزين بقى نعرف هل كنت متوقعة التكريم ده ولا اتفاجئت بيه؟ يعني انا كنت متوقعة ان انا اتكرم، بس بصراحة ما كنتش متوقعة ان ابقى في اول مقابلة مع وزارة الثقافة، عشان فعلا كانت مفاجأة بالنسبة لي. انا اتكرمت من السفير السابق عمر عامر في النمسا، كنت تقريبا عارفه ان يبقى في كمان تكريم ان شاء الله في مصر، بس ان هو يبقى في اول مقابله كده ده كانت مفاجاه بالنسبه لي، وان يبقى كمان بالشكل ده يعني من الاوبرا وكمان من وزاره الثقافه، ده كان يعني مفاجاه كبيره وحاجه جميله يعني. طب مريم، فن الاوبرا يعتبر من الفنون الراقيه والصعب، يعني صعب جدا ان حد يخش، يعني هو فن راقي جدا وكمان صعب، وانت كمان ابتديتيه صغيره قوي، احكي لنا كده عن رحلتك مع فن الاوبرا. انا بدات في الغنى العادي، انا بدات في كورال اطفال صغير، كنا بنغني اغاني عاديه، فبدايتي يعني كانت برضو في حاجات سهله شويه. فلما كنت بدات بالنسبه لنا الاعداديه كان عندي 10 11 سنه، بدات بقى الغنى الاوبرالي، فهم في مدرسه الاوبرا بقى اللي بيعلمونا الاول حاجات سهله شويه، ان كورال اطفال في اوبرا ولا حاجه بتبقى حاجات سهله على الاطفال شويه. فلما مع الوقت بقى برضو بدات ان انا اغني سولو، والسولو ده بقى ميكس ما بين الغنى الاوبرالي بقى بتاع الكبار والغنى الاوبرالي الاطفالي، فسولوات بقى في توسكا ماكبث، حاجات يعني برضو كبيره برضو بالنسبه ان طفل بيغنيها. انت حبيتي انك تغني الاوبرا، ما حبيتيش الغنى العادي؟ لا، انا اصلا ما كنتش يعني داخله لما بدات الغنى ما قلتش انا عايزه اغني اوبرا، يعني هي بصراحه جت بالصدفه، بس انا لما بدات الغنى الاوبرالي انا فعلا حبيته وشبكت فيه بسرعه. طيب كلمة وزيرة الثقافة واللي قالت انك اعتبرتك يعني بتعبري عن دور ريادي وعن يعني مفاجأة في فن الأوبرا عشان سنك الصغير، استقبلتيها ازاي؟ انا كنت فرحانة جدا جدا انها استقبلتني انا وعيلتي، هي حتى يعني قعدت تشكر فيا وقعدت تدعم فيا برضو كمان، وقعدت برضو تديني نصايح يعني انا اقدر احسن ايه. ايه بقى هي النصايح؟ يعني هي قالت لي ان انا اخلي بالي بالذات عشان سني صغير، فالغنى الاوبرالي محتاج فعلا مرحله يتاخد مرحله، ما ينفعش ان انا اروح سوا مرحله وبعدين رايحه على اللي جايه، لا فلازم شغل كتير ومرحله. فهي نصحتني يعني ان انا كل مرحله ولها حاجتها، فانا ما بقاش مستعجله على المرحله اللي جايه، لاني في المرحله انا فيها وادني اشتغل عليها لحد ما اوصل واقدر ان انا اغني الحاجه بتاعت المرحله اللي جايه. وبرده قالت لي ان انا طالما سني صغير كده وقبل 18 20 سنه انا صوتي مش هيكمل، فلحد السن ده برده لازم برده يبقى بحذره شويه عن صوتي وابقى كمان اخلي بال منه شويه. انت بتتمرني تمرينات معينه لصوتك؟ يعني مدرسه الغنى بتاعتي مديني تمارين معينه بتنفع على صوتي، ودي اللي انا يا اما بسخن بيها، لو مثلا في حته مثلا بغني غنيت جزء اروح دايما بسخن صوتي تاني وبعدين اروح مكمله. وبيبقى في تدريبات نفس كمان صح؟ ايوه بالظبط. يعني في حصه غنى عاديه مثلا مره بنبدا مثلا بالتسخين على طول، مره بنعمل تدريبات نفس، بحاول ان انا برده عندي كنترول على نفسي كويس جدا،
وبرضه بحاول ان اطول نفس، يعني التنفيس الصح برضه بيفرق كتير جدا في الغنى. طب يعني لو انت واخده اجازه مثلا من المدرسه او من الغنى عامه، لازم برضه كل يوم تتمرني نفسك؟ مش كل يوم، يعني كل يوم ده برضه مش صح، يعني كل يوم بكتير خالص نص ساعه. بس بحاول برضه ان انا يعني اداني ادندن شويه، ان انا يعني ما اخليش صوتي كده ما يشتغلش، لا اداني اشغل صوتي شويه لحد ما يبقى عندي حصص غنى ولا اي حاجه، وبعدين ابقى اكمل غنى عادي. طيب ما تيجي كده ندندن شويه وسمعينا حاجه من الغنى بتاعك. انا اغني مقطوعه اسمها لو بردوتا من اوبريت فيجارو. اتفضل. ما شاء الله بجد، يعني صوتك فظيع، يعني موهبة ما شاء الله عليكي. طب مريم لو انت كلمينا اكتر عن احساسك ان انت تقريبا المطربة المصرية الوحيدة في اوبرا مهمة زي في النمسا، ايه احساسك بيها؟ انا ببقى فرحانة جدا، يعني الناس كتير طبعا باين علينا انا مصرية، فبيجي السؤال كتير انت منين، فلما اقول لهم انا مصرية. انت منين في مصر؟ مش شرقية. فيقول لي يعني مصريه، طب يعني اهرامات وكده، قلت له اهرامات وكده. فبيحبوا ان انا دايما احكي لهم عن مصر، يعني برده طبعا اهرامات وحاجات كده معروفه، بس برده بحب ان انا احكي لهم عن الثقافه برده بتاعه مصر. برده حصل ان مغنيين برده كبار لما اجي اتكلم معاهم برده يسالوني طب انت جايه منين، بقول لهم انا مصريه، فقعدوا يقولوا احنا زورنا مصر، او لا احنا نفسنا نزور مصر، فقعد اكلمهم يعني مصر فيها كذا كذا ولازم تروحوها ولازم تشوفوها. انت دايما بتيجي مصر؟ انا كل سنه باجي مصر. بتيجي يعني مره في السنه؟ السنه اللي فاتت يعني طبعا عشان كورونا دلوقتي كان صعب السنه اللي فاتت، بس السنه اللي احنا بننزل كل سنه. طب وقولي لي انت اصلا بتتعاملي بقى هناك ازاي؟ درستي اللغه هناك ولا لا؟ انا دخلت يعني بدات في الحضانه عادي خالص، حضانه ابتدائي اعداديه ودلوقتي في ثانوي، مدرسه عاديه خالص. لغه انا بدرس لغات الماني انجليزي اسباني عربي وايطالي ولاتيني. ما شاء الله. بس العربي ما درستوش، العربي بس في البيت تلفزيون كلام بس كده. طيب انت اصلا المسابقات والحفلات اللي اشتركتي فيها دي كانت طبعا من وانت صغيره، اشتركتي في حاجات كتيره صح؟ انضمامك للاوبرا في فيينا وفوزك بالمركز الاول في موسكو، كلميني بقى شويه عن احساسك. يعني بدات يعني المسابقات، يعني كانت اول حاجه كبيره بالنسبه لي كانت لما كان عندي 9 سنين، كنت بقدم حفله في قاعه كبيره جدا في فيينا، فدي كانت كده بدايه. واول مسابقه انا عملتها كان عندي 13 سنه، كانت بار مسابقه بيانو وعملت في المركز الثالث. و2020 دخلت مسابقه غنى عملت في المركز الاول وكملت كمان للمسابقه اللي بعديها. واخر حاجه كانت فبراير 2021 موسكو، مسابقه كان انا وبنت بنلعب على بيانوين. فاحنا اصلا كنا عايزين نشارك في مسابقه ثانيه بس دي اتلغت، وعشان كده بعتنا لموسكو. بس هو كان شغل كتير، يعني البيانوين يلعبوا مع بعض ده محتاج شغل كتير، ننزل في نفس الثانيه كله مع بعض، نفس يعني نفس الموفمنتس نفس النفس، يعني ده كان شغل كتير جدا جدا. فطبعا كنت فرحانه جدا لما فزنا بالمركز الاول، وان شاء الله دايما نكمل كده وان شاء الله. انت حد عندك حد في عيلتك موهوب برضو؟ اخويا الصغير برضو بيغني معايا في الاوبرا، بس ما فيش حد يعني اللي وجهني يعني قد كده، انا اللي قلت انا عايزه اعمل كده وحبيت الموسيقى يعني. طيب مين اللي اتبنى موهبتك في البدايه وخلاكي تتحولي من عازفه جيتار لسوبرانو في الاوبرا؟ مين اللي اكتشفك؟ مدرسين، اهلك، كان مين؟ طبعا كانوا اهلي برضو، يعني اهلي هم اللي
طبعا هم اللي في البيت هم دايما شايفين انا بحب اغني بعمل ايه. كانوا اهلي. وبعدين لما جيت لاول مدرسه غنى بيانو كانت عندي هي اللي بصراحه قالت لي انت صوتك حلو، يعني هي كانت اول واحده عرفتني يعني على الغنى. فبصراحه يعني اهلي وهي الحمد لله هم اللي وجهوني، ومن ساعتها بقى يعني دخلت الاوبرا برضو مدرسه الغنى بتاعتي برضو توجهت لها برضو من هناك. كانت واحده بتضرب صوت برضو هناك قالت لي طب انا عارفه واحده مدرسه غنى كويسه جدا طب ما تروحي لها. فيعني بصراحه يعني لما ادخل ده بيوديني لده، يعني هو كله بيلاقي بعض كله بيلاقي بعض. طب خلينا يا مريم نروح نتفرج على جزء من عزفك في دار الثقافه في المصريه في النمسا ونرجع تاني. شفنا معاكم دلوقتي ده كان جزء من عزف مريم في مقر الثقافة المصرية في النمسا. كلمينا يا مريم السفارة المصرية في النمسا، كلمينا يا مريم عن اليوم ده ازاي تلقيتي الدعوة دي؟ أنا كنت قابلت السفير عمر عامر، السفير السابق عمر عامر، كان برضو قبل نزولة مصر برضو من سنتين، فهو برضو استقبلني وبرضو حب ان هو يكرمني، فقال لي ان هو يبقى يعمل الحفلة كان بين في سبتمبر 2019. فرحت مجهزه انا كذا مقطوعه برضو غنيت برضو فيها، دي مقطوعه من ضمنهم، وعملت الحفله وكرمت كمان في نفس اليوم منه. طب مريم انت يعني ما شاء الله عليكي بتغني وبتعرفي تعزفي، الفتره الجايه عايزه تعملي ايه؟ يعني انا نفسي طبعا اكمل في اللي انا بعمله، ونفسي برضو اغني في الاوبرات هنا في مصر، يعني في اوبره القاهره، وكمان الاوبرا لسه بتتفتح في العاصمه الاداريه الجديده. وان شاء الله بقى نفسي ابقى اعمل حفلات بيانو وغنى ان شاء الله. طيب عايزاكي تكلميني عن كواليس لقائك بوزيره الهجره وتكريمك وكمان مشاركتك في مبادره تتكلم عربي. يعني انا وزيره الهجره اصلا كان على تواصل معاها اصلا حتى لما انا كنت في فيينا، وكان مفروض كمان اشارك في المبادره دي من فتره، بس للاسف انا كان دايما عندي حفلات فما كانش في وقت. فهي استقبلتني وبرضه قالت انها دايما تدعمني برضه وانها دايما في ظهري، وحبت برضه ان انا اشارك برضه في مبادره كلام عربي، ان انا اعمل فيديو، يعني ابقى لسه اروح لهم ونبقى نسجل فيديو واتكلم بقى عن انا ازاي حافظت العربي بتاعي وازاي وصلت لان انا اقدر اتكلم عربي كده برغم ان انا مش مولوده في مصر وان انا مش عايشه في مصر. بس انت بتتكلمي عربي، انت طول عمرك اهلك علموكي تتكلمي عربي عشان ما تنسيش اللغه. ناس كتير قوي بيبقوا عايشين بره مصر وبينسوا تلاقيهم مش عارفين يتكلموا عربي يعني لان هم اتولدوا بره. طيب انت يعني انت نفسك تغني في الاوبرا في مصر،
اوكي. طيب مريم، لو عايزه تدي نصايح لل، لو حد صغير زيك كده حب اكتشف صوته، او ازاي يكتشف صوته، ازاي يطوره، ازاي يعني اديلهم كده كده نصايح من اللي انت عملتيها. دايما لازم يشتغل على نفسه، يعني ما ينفعش عشان بس حد يقول له انت مش كويس يبقى انت كده مش كويس. طالما انت حابب الحاجه وطالما انت عايز تكمل فيها لازم شغل على، لازم دايما يشتغل على نفسه. لو في ما فيش امكانيه لمدرس ولا الحاجه برضو يحاول ان هو يشتغل على نفسه، يعني ما فيش حاجه بتيجي من غير شغل. فهو حاجه محتاجه شغل كتير جدا، محتاجه الواحد يبقى واثق في نفسه وان هو دايما شايف طريقه وعارف هو عايز يعمل ايه. طيب ممكن تكلمينا عن دور الاسره، ازاي ساعدوكي؟ يعني باباكي ومامتك، انت بتقولي اخوكي اصغر منك، بس ازاي هم ساعدوكي ان انت تكبري في الحته دي؟ كانوا بيقدموا لك ايه دور الاسره ان هم لو لقوا موهبه عندهم كده صغيره يكبروها؟ طبعا ان هم يودوني مدرسين يعلموني، ان هم انا كنت بقى وانا صغيره خالص، فكان بيبقى عندي بروبات في حتت كتير. ابتديتي من سن كام؟ 8، يعني 8 داخل على 9. فلازم يودوني بروبات، يجيبوني من حفلات، يودوني هنا يودوني هنا، يعني ده برضه كان دعم كبير برضه. وكمان ان هم يعني طبعا مدرسين، محتاجه الات، بيانو اللي عندي برضه طبعا مين اللي جابه لي؟ ماما وبابا. الجيتار بتاعي نفس الكلام، مدرسه غنى برضه هم اللي بيودوني لها. فهو دايما برضه الحفلات بتاعتي برضه بيجوا دايما. انت بتعزفي على جيتار وبيانو؟ يعني بيانو اكتر، جيتار بعرف ادندن عليه ساعات كده، بس هو بيانو اللي انا فعلا شغاله عليه. في حاجه تانية ولا هم لسه بادئه؟ كمان. طب سمعينا كمان حاجه يا مريم نختم بيها اللقاء. ماشي. اسمعكم جزء من مقطوعه بالالماني. Fischleins Bade in klare Bächlein zu, des Montan Fischleins Bade in klare Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und sah mit kaltem Blut, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser hell ist, solang es nicht gebricht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt die Forelle mit seiner Angel nicht. برافو عليك يا مريم، والله يعني اللغة الألماني كمان لغة صعبة، بس طبعا أنت درستيها من وأنت صغيرة. طبعا بتغنيها بإحساس ومسهلاها كده. طيب قولي لي يا مريم، أنت إيه أكتر حاجة بترتاحي بالغنى فيها؟ أي أكتر لغة يعني؟ لغة الماني طبعا عشان افهم الالماني، بس بحب اول ايطالي عشان ببقى حاسه ان اللغه جميله كده وبتبقى حاجه رقيقه كده. هم كلامهم داخل في بعضه كله ارق من الالماني، بس انت غنيتي الالماني حلو قوي. طيب تعرفي لو غنيتي في اوبرا بالعربي بتعرفي؟ العربي طبعا، يعني لو اوبرا بالعربي ما فيش اي مشكله. يعني زي ما شفنا ساعه الموكب بتاع نقل المومياوات، شفتي المطربه غنت يعني باداء، هو ما كانش عربي وكان اللغه الفرعونيه، بس كانت فظيعه. يعني الاحساس برضو بيفرق. طيب قولي لي يا مريم، انت لو انت جالك عرض انك ترجعي مصر وتغني هنا، مستعده ولا؟ طبعا مستعده في اي وقت. يعني حتى لو الساعه 3 الصبح دايما مستعده. طيب والفتره الجايه عايزه تروحي بلاد تانية تجربي حاجات تانية، ولا انت مبسوطه في النمسا؟ انا في الوقت الحالي عشان لسه سني صغير، انا طبعا في النمسا، بس ان شاء الله انا نفسي ان انا اغني في كل العالم ان شاء الله. يعني شكرا ليكي يا مريم، النهارده شرفتينا في هذا الصباح، وموهبه بجد كلنا كمصريين بنفتخر بيها. شكرا ليكي، واتمنى ليكي كل التوفيق ومستقبل ان شاء الله يعني يبقى مبهر وتفاجئي المصريين وتشرفينا. وشكرا ليكم مشاهدينا على هذه الفقره، ونذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الصباح.
في تاريخ الشعوب لحظات تسكن القلوب، وقد كان انتصار أكتوبر من أجمل وأعظم الذكريات في حياة المصريين وحياتي أنا شخصياً. السيدة جيهان قامت بدور وطني عظيم جداً في الفترة ديت. يكفي أن كان في مصابين للحرب ديت كتير، فهي قامت بدور كبير جداً، كانت أم المصريين في الوقت ده. امبارح ودعنا السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، اللي كان ليها تأثير كبير في حياة المصريين باعتبارها السيدة الأولى اللي سندت رئيس مصر في مراحل من أهم مراحل التاريخ المصري الحديث، ده غير دورها الاجتماعي والإنساني الكبير ودعمها لمصر في كل مكان وكل وقت. وكل ده كنا كفيل أننا نشوف التقدير الكبير من القيادة السياسية لشخص الفقيدة اللي تم تشييع جثمانها في جنازة عسكرية مهيبة كان في مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأكيد على تقدير الدولة المصرية لكل شخص دعم مصر وشعبها في أي وقت من الأوقات. وده كان واضح في النعي الرسمي لرئاسة الجمهورية للسيدة جيهان السادات وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، وكمان إطلاق اسمها على محور الفردوس عشان يبقى من النهاردة محور جيهان السادات. واللي دورها الكبير كمان كان واضح في التدوينة اللي نشرتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، واللي شاركت في تشييع جنازة الفقيدة الكبيرة، واللي وصفتها في منشور على صفحتها على فيسبوك بأنها سيدة جليلة وفاضلة ونموذج للمرأة المثالية الوطنية. وكمان أكدت السيدة انتصار السيسي أن الراحلة كانت نموذج لعظيمات مصر لأنها سندت المرأة المصرية وساعدتها أن يكون ليها دور سياسي وتقدر تاخد حقها، مع تأكيد قرينة السيد الرئيس على دور السيدة جيهان السادات كزوجة، ووصفتها بأنها كانت خير سند لزوجها وخير أم للأبطال. ورجعت السيدة انتصار السيسي في تدوينتها لأذهان المصريين مشاهد جيهان السادات خلال معركة العبور العظيم وهي بتداوي جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة. رحم الله السيدة جيهان السادات وأسكنها فسيح جناته. بعد صراع مع المرض وعمر ناهز 88 عام، رحلت أول من حمل لقب سيدة مصر الأولى في تاريخ الجمهورية المصرية وأول زوجة حاكم في مصر تخرج إلى دائرة العمل العام. جيهان صفوت رؤوف أو جيهان السادات ولدت في حي الروضة بمدينة القاهرة في 29 من أغسطس عام 1933، وكان ترتيبها الثالث بين أربعة من أخواتها. تزوجت محمد أنور السادات مبكراً عام 1949 قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطاً صغيراً، وأنجبت منه ثلاثة بنات وهن لبنى ونهى وجيهان، وولداً واحداً وهو جمال. شاركت جيهان السادات زوجها الرئيس الراحل معظم الأيام والأحداث الهامة التي شهدتها مصر بدءاً من 23 من يوليو عام 1952 حينما اندلعت الثورة
حيث تولى زوجها رئاسة مصر عام 1970. وفي حرب أكتوبر 1973 اصطحبت السيدات المتطوعات للخدمة بالمستشفيات. السيدة جيهان قامت بدور وطني عظيم جدا في الفترة ديت. يكفي ان كان في مصابين للحرب ديت كتير، فهي قامت بدور كبير جدا، كانت أم المصريين في الوقت ده. حصلت على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، ثم شاهدها الملايين وهي تناقش رسالة الماجستير في الأدب العربي عبر شاشة التلفزيون. شاركت في المؤتمر الأول للمرأة العربية والأفريقية والذي حضرته بالقاهرة 200 سيدة من 30 دولة، وبدأ اهتمامها بالمرأة العربية من خلال مشروع جمعية تالا التعاونية لتعليم القرويات الحياكة والتريكو، فكانت بداية لسيدات الأعمال الريفيات مع إقامة معارض لتسويق الإنتاج، ثم انغمست بعد حرب أكتوبر في مجال الخدمات الاجتماعية، وقادت جيهان السادات الدعوة لتنظيم الأسرة، وسعت لتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة. رشحت نفسها مستقلة عام 1974 للحصول على مقعد في مجلس الشعب في المنوفية، وذلك بهدف إظهار دور المرأة السياسي وإفساح الفرصة للنساء الريفيات للمساهمة في السياسة. وأعيد انتخابها عام 1978، وخدمت 3 سنوات كأول سيدة رئيس لمجلس شعبي في مصر. وبعد وفاة الرئيس السادات عام 1981، كرست جهودها للتدريس وإلقاء المحاضرات في الجامعات العالمية. تم تكريمها العديد من المرات، أهمها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في أكتوبر عام 2017، كما تم تكريمها من قبل المجلس القومي للمرأة، وأيضاً من قبل الهلال الأحمر المصري عام 2017 تقديراً لجهودها على مدار عقود طويلة كأبرز رائدات العمل التطوعي في مصر ودورها الداعم في رعاية ضحايا الحرب. وهينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. صباح الخير عليك أستاذ عبد المحسن. أستاذ عبد المحسن صباح الخير. صباح. لو ممكن تكلمنا في البداية عن المشهد المهيب بمبارح في وداع السيدة جيهان السادات. هو الحقيقة يعني كان تكريم يليق بيها، وبحيي السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس على يعني مشاركتهما الفعالة والمؤثرة والمهمة جدا بالأمس في جنازة السيدة جيهان السادات. لأن الحقيقة السيدة جيهان السادات كانت نموذج يعني نادر أو متفرد للسيدة المصرية اللي بذلت جهود كبيره جدا في خدمه الدوله المصريه وفي خدمه المراه المصريه. محدش يقدر ينكر ابدا دور السيده جيهان السادات في انتزاع حقوق المراه في وقت كان فيه من الصعب الحديث عن مثل هذه الامور. الحقيقه لعبت دور كبير جدا في تغيير قوانين الاحوال الشخصيه، لدرجه انهم كانوا اطلقوا عليها في وقت من الاوقات قوانين جيهان. وده طبعا لان كان في تيار متشدد وتيار لا يريد الإصلاح والفضائل وتيار لا يريد حصول المرأة على حقوقها، لكن ومع ذلك أصرت ونجحت في جهودها وانتزعت الكثير من حقوق أو الكثير من الحقوق المستحقة للمرأة المصرية. بالظبط. حضرتك يا أستاذ عبد المحسن يعني شايف إزاي تقدير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة، وخاصة تقديره للراحلة ومنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس؟ الحقيقة ده زي ما أنا قلت لحضرتك ده شيء كان يعني متوقع من الرئيس، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيعتبر برضو إذا كنا بقى بنتكلم على انتزاع الحقوق للمرأة، الرئيس من المناصرين الأشداء لدور المرأة المصرية. وإنما بنتكلم هنا القصة مش قصة تمييز مرأة ولا رجل على فكرة، لكن المسألة قصة إزاي إنك تدي فرص متكافئة ومتوازنة
ل50% او لما يقرأ او اكثر او اقل قليلا من المجتمع المصري، وبالتالي المساله هنا مش انحياز لفئه، ولا يجب ان تؤخذ بمساله انها نوع من الفئويه او التمييز. بالعكس، القصه النهارده الرئيس بينتصر للمراه المصريه، وزي ما كنا بنتكلم على دور السيده جيهان السادات في مراحل سابقه على فكره ازاي تعملي حقوق متساويه لفئه مهمه من فئات المجتمع المصري تمثل 50% من المجتمع المصري، وبالتالي مهم جدا ان يكون هناك مساواه وعداله ما بين المراه والرجل. والرئيس الحقيقه قطع دور مهم جدا في هذا الاطار، وشايفين ازاي ان النهارده المراه المصريه بتمثل تقريبا 25% من عدد الحكومه او عدد الوزراء في الحكومه المصريه، يعني بعد ما كان الاول بكثيره يوم ما كان يبقى موجود وزيره كانت بتبقى وزيره التضامن والشؤون الاجتماعيه، ده كان الحقيقه النمط الغالب. لكن النهارده احنا عندنا اكثر من حوالي 25% من عدد وزراء الحكومه نساء، واكفاء مش نساء، مش مجرد انهم نساء فقط، عندنا مثلا بنتكلم على وزيره التخطيط، وزي مثلا كانت يعني حتى في واخده جائزه التميز في وزراء التخطيط العرب وغيرها من طبعا وزيره الصحه ودورها في مكافحه كورونا بالضبط كده، ولا وزيره الحقيقه يعني عدد، مش عايزين نتكلم على بشكل خاص على حد من الساده من الوزراء من الوزيرات يعني، لكن الحقيقه كلهم بيؤدوا اداء جيد ومتميزات. عندنا محافظه متميزه جدا من العوض، عندنا عدد كبير من نواب المحافظين من السيدات، عندنا عدد كبير من نواب الوزراء برضو من السيدات. الحقيقه المراه المصريه الان تتمتع بحقوق يعني كبيره جدا ومكاسب تستحقها، لان احنا برضو هنا ما بننمش على المراه المصريه ولا بندي للمراه المصريه حاجه لا تستحقها، لكن ده في اطار انت بتعملي قوه دفع هائله للمجتمع، لان المجتمع المصري الان بيسير بخطوات متقدمه جدا تجاه التقدم. بالتاكيد بالتاكيد. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ عبد المحسن سلامه، رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام، لانضمامك لهذا الصباح. كتير مننا عارفين خطورة الموبايل على صحة الإنسان بشكل عام، ولكن في دراسة حديثة أكدت أن استخدام الموبايل لمدة 1000 ساعة أو لمدة ما تقلش عن 17 دقيقة في اليوم لمدة 10 سنين بتزود خطر الإصابة بأورام سرطانية بنسبة بتوصل لحوالي 60%. وأكد الباحثين اللي أجروا الدراسة دي أن الإشعاع الصادر من إشارات أي تليفون محمول ممكن تساهم في تكوين بروتينات الإجهاد اللي بتسبب تلف الحمض النووي والأورام، واللي بتوصل لأنها تموت الخلايا في الحالات الشديدة. معنا على التليفون الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث طب جامعة عين شمس. صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا، صباح الخير على كل المشاهدين. لو ممكن يا دكتور تكلمنا اكتر عن الدراسه دي وعن مخاطر استخدام الموبايل في عامه لفتره طويله وعلاقه ده بالاصابه بالامراض السرطانيه. طيب، هو ده كلام مهم جدا، بس برضك مهم ان احنا نبقى عارفين ان حاجتين مهمين. اول حاجه ان اي استخدام اي شيء غير معتدل بيؤدي الى اضرار، حتى السمنة، حتى استخدام الوجبات السريعة، حتى استخدام أي شيء بطريقة غير معتدلة بيؤدي إلى أخطار، لأن الأورام أو السرطان هي عبارة عن خلايا طبيعية جدا في الجسم بتتجنن نتيجة أن أنت بتعملها إريتيشن أو
تنبيه بصوره شديده متكرره، وزي ما حضرتك قلتي بيؤدي الى تاثر واجهاد في الخليه، يؤدي الى انها تنحرف عن مسارها الطبيعيه وتؤدي الى تكوين الاورام. الحاجه الثانيه المهمه جدا برضك عشان المشاهدين يطمنوا، ان منظمه الدواء والاغذيه الامريكيه اصدرت بيان ان هذا ان المحمول امن تماما ولا يؤدي الى اضرار. طب امال ايه بقى الدراسه الموجوده دي؟ وهي دراسه علميه محترمه. دي دراسه من ضمن الدراسات، دايما في لما بنيجي ناخد قرار عام ما بنعتمدش على دراسه واحده، ولكن بنعتمد على مجموعات من الدراسات، خصوصا لما بيكون الموضوع بيتاثر بعدد ضخم جدا من الناس. وبالتالي مهم الدراسات الاحصائيه بتكون أهم للغايه علشان تحليل هذه البيانات واصدار في الاخر توصيات، يعني احنا نستخدم المحمول ولا ما نستخدمش المحمول ولا لا. وبالتالي الدراسات قالت ايه، او الاحصائيات الكبيره قالت ايه، ومنظمه الصحه والدواء الامريكيه قالت ايه، قالت لا هو الموضوع امن، ولكن برضك في الاخر زي ما احنا قلنا الاعتدال في كل شيء واجب الحدوث، سواء بقى في الاكل، سواء في التغذيه، سواء في استخدام المحمول وخلافه. حتى الدراسه نفسها، هذه الدراسه نفسها ما قالتش لا ما نستخدمش المحمول، ولكن قالت الاعتدال في استخدام المحمول قدر المستطاع، لان احنا الحقيقه كلنا بنستخدمه بطريقه ضخمه ومستمره، حتى وانا بكلم حضرتك اهو بستخدم المحمول. طيب دكتور، انا كنت عايز اسال حضرتك، شحن المحمول او الايباد او اللابتوب جنب حد وهو نايم، ايه الاضرار اللي بتطلع منها؟ كل اللي حضرتك بتقوليه دي يعني حاجات مهمه جدا، بتعتمد على الويفز او الموجات اللي هي بتصدر من هذه التليفونات او هذه الاشياء اثناء وجودها جنبنا واثناء واحنا بنستخدمها وخلافه. حتى هذه اللحظه لم يثبت اي علاقه وثيقه بين هذه الموجات وبين حدوث اي اضرار للانسان. ولكن برضو زي ما احنا قلنا مش لازم نكون احنا زي بالظبط الدهون العادية اللي موجودة أو الدهون المشبعة، المفروض بناكلها لو حتى أكلها باعتدال ما فيش مشاكل. كأنها بزيادة هي ممكن تؤدي إلى حدوث سرطان في القولون وسرطان في البنكرياس وخلافه. أي مادة بنستخدمها، شوفي حاجات طبيعية خالص، حتى المياه الغازية، المواد المحفوظة ممكن استخدامها بكثرة تؤدي إلى حدوث سرطان في المعدة. وبالتالي استخدام الأشياء بصورة متكررة ومزمنة وغير معتدلة ممكن تؤثر سلبا يعني على المدى الطويل. ولكن هل هناك يا دكتور هشام علاقة وثيقة بين لسه ما أثبتتش يعني. لسه لم تثبت حتى هذه اللحظة. طيب دكتور هشام، الايربودز أو الهاند تري في الفترة اللي فاتت دي طلعت حاجات مقالات كتيرة إن هي برضو مضرة وممكن تسبب سرطان، الكلام ده صح؟ نفس الكلام، الهاند فري او استخدام الحاجات اللاسلكيه عموما يبقى ده برضك نفس الكلام، بيعتمد على ويفز، وبالتالي هيبقى احنا قلقانين من استخدام هذه الاشياء، وان كان برضو هذه الويفز هتبقى اقل بكثير من ان احنا نبقى التليفون على ودننا او على قريب جدا من المخ. كل الكلام ده على فكرة مش جديد، يعني كل الكلام بتاع ان احنا هل هناك علاقة بين التليفون المحمول وأورام المخ ده مش حاجة جديدة، ده من أول ما التليفونات المحمولة اتعملت وكان في دراسات ضخمة جدا، ويمكن كانت الاحتماليات انها تكون إيجابية أكثر من الدراسات اللي موجودة حاليا. ولكن بعد التطورات الحديثة وتقليل الموجات اللي صادرة من التليفون المحمول بدأت هذا الكلام ينخفض بصورة ضخمة للغاية. في الاخر توصيات ايه؟ ان احنا نقلل ونعتدل، لو نقدر نستخدم التليفون العادي فترات اطول واحنا موجودين في البيت هيبقى افضل، نستخدم الحاجات السلكيه هتبقى افضل. دي التوصيات حتى في الدراسه اللي بتقول هناك ارتباط بين المحمول وبين تاثر او زياده نشاط او اورام المخ. يعني في عامه الانسان يحاول ان هو ما يفضلش على طول ماسك الموبايل او على طول بيتكلم في الموبايل، يحاول يتجه لاستخدام الحاجات اللي ليها سلك احسن. بالظبط بالظبط، هو ده يعني الاعتدال في كل حاجه فينا، يعني احنا الاعتدال في الاكل، الاعتدال في لازم الرياضه، الاعتدال في استخدام المحمول، هو ده اللي هيخلينا نبتعد عن
الريتيشن او تنبيه شديد للخلايا اللي ماشيه في سكتها بطريقه طبيعيه، الخلايا بتاعتنا تبقى ماشيه مسالمه كده في اي حته في الجسم، واحنا بنفسنا احنا اللي بنعمل لها استفزاز شديد بحيث انها تخليها تتجنن او تنحرف او تعمل هذه الاورام. يبقى احنا يعني ملتزمين، يجب كده كلنا نبقى ملتزمين، وانا منكم، ان احنا نحاول قدر المستطاع ما نستفزش خلايانا، نحاول نقلل الاوبيزيتي، نحاول نقلل التدخين او نمنعه، ان احنا نحاول ناكل اكل اغذيه بطريقه صحيه قدر المستطاع، نلعب رياضه، اتمنى ذلك، يبقى عندنا وقت لكده كلنا. زائد بقى طبعا في المحمول، ان احنا نقلل استخدام المحمول قدر المستطاع، واستخدام التليفونات السلكيه لو ممكن، لكن ده حتى هذه اللحظه لم يثبت على الاطلاق ارتباط وثيق بين التليفونات المحموله وحدوث اورام المخ. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور هشام الغزالي، استاذ علاج الاورام ومدير مركز ابحاث طب جامعه عين شمس. في تأكيد على عودة السياحة الوافدة لمصر لزيارة المعالم السياحية المختلفة، هيستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من النهاردة 50 رحلة طيران دولية سياحية أسبوعية من دول مختلفة زي التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا، وده بيكون غير الرحلات الداخلية، مع التأمين الشامل اللي بتقوم بيه مصر لكل ضيوفها من كل الجنسيات، واللي كمان بيتم في مطار مرسى علم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة، وتوفير خدمة إجراء البي سي آر في المطار في حالة عدم توفير الزائر للتحليل قبل الوصول، وما بيتمش السماح باستقبال السائح إلا بعد ما يتم التأكد من سلامته وسلبية المسحة. يستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة 50 رحلة طيران دولية سياحية قادمة من عدة دول مختلفة، من بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا، إلى جانب الرحلات الداخلية من مختلف المطارات المصرية. ورحلات الطيران الدولية التي يستقبلها مطار مرسى علم الدولي تضم 16 رحلة طيران من التشيك، و17 رحلة من بولندا، وثماني رحلات من أوكرانيا، ورحلة واحدة من سويسرا، وكذلك سبع رحلات من مصر للطيران داخلية، ورحلة واحدة من المجر. وتقوم الجهات المعنية المختلفة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة، ولن يسمح بدخول أي سائح إلا بعد تحليل البي سي آر إذا لم يكن السائح يحمله، حيث يتم إجرائه داخل المطار للتأكد من سلامة زوار مصر. يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه عدد من الفنادق السياحية بمرسى علم مهرجان البطيخ بمشاركة 11 شيف، واستخدم طنين من البطيخ الطازج والعصائر بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، والذين تنافسوا في مسابقات ترفيهية على الشواطئ كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم، خاصة وأن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية للسائحين الأجانب بمشاركة عدد من الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك وسويسرا ورومانيا ومولدوفا. كل عشاق الساحرة المستديرة في العالم عينهم على نهائي بطولة أمم أفريقيا يورو 2020، والمباراة النهائية اللي هتقام بين إيطاليا وإنجلترا أو أمم أوروبا عفوا بكرة،
واللي هيلعبها المنتخبين بحضور 66 ألف متفرج، ومتوقع أنها تكون الأقوى في البطولة مع الصراع على اللقب. ورغم أن عدد الجماهير الكبير، لكن في مطالبات بزيادة عدد الجماهير ل 90 ألف، لكن في النهاية تم الاستقرار على 66 ألف مشجع في المباراة النهائية. وفي الوقت اللي بيتنافس منتخب إنجلترا على اللقب، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفي تحقيق موسع مع فرض إجراءات تأديبية ضد منتخب إنجلترا، وده بعد الفوز على الدنمارك في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، وده بسبب تصرفات الجماهير الإنجليزية في مباراة المنتخب الدنماركية، خصوصا في وقعة استخدام الليزر من مشجعين إنجلترا، وكمان استخدام الألعاب النارية والشماريخ في المباراة. وهينضم لينا على التليفون محمد البرمي الناقد الرياضي. صباح الخير عليك. خير، صباح الخير، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. لحد دلوقتي تقييمك ليورو 2020 ومفاجآته؟ هو يعني البطولة كانت بطولة جيدة، بطولة جيدة جدا، يمكن مش هي مش أفضل بطولات اليورو. اليورو كان دايما من البطولات اللي الجميع بينتظرها وفيها مستويات كبيرة، طبعا فرق أوروبا كلها بتشارك أو أهم فرق في أوروبا بتشارك، فكان بيكون فيه اهتمام كبير جدا بيها. أعتقد النسخة دي مش أقوى نسخة ومش أفضل نسخة، لكن على أي حال هي كانت نسخة جيدة لحد بعيد. كمان يمكن لحسن الحظ فيها إن الجمهور أعاد للحضور مرة أخرى، وهي أعطت بعض الطمأنينة للجميع بإن الجميع خلاص يعني إن شبح كورونا انتهى وان الجميع قادر يحضر خلاص المباريات، ودي يمكن ده اهم مكاسبها. يعني اكيد نهائي وجود ايطاليا وانجلترا رغم انها اسماء كبيره جدا، لانها كانت مفاجاه لبعض، البعض كان بيضع فرنسا بطله العالم، البعض كان بيقول البرتغال بطله دوري الامم الاوروبيه، كان في فرق كتير، المانيا، فرق كتير جدا مرشحه، لكن لم يستبعد احد امكانيه وصول المنتخب الانجليزي لانه منتخب قوي جدا. اعتقد اللي مفاجاه صحيح رغم ان هو اسم كبير كان منتخب ايطاليا. منتخب ايطاليا يعني كان اعاده تشكيل جيل جديد لايطاليا بعد اخفاقه في الوصول لكاس العالم، بعد اخفاقهم الكبير خلال الفترات الاخيره، لكن مع مانشيني قدرت ايطاليا انها تعمل جيل قوي جدا جدا وبيلعب كوره حلوه جدا يمكن لم نراها ابدا على في المنتخب الايطالي. فدي كانت المفاجاه، مش مفاجاه بس وصوله نهائي كاس العالم، لكن المفاجاه في الاداء والكوره اللي بيلعبها كمان. لكن مستوى المنتخب الانجليزي ما فيش مفاجات، المنتخب الانجليزي عنده كتيبه من اللاعبين، عنده فرقتين او ثلاث فرق تقريبا، عنده اهم لعيبه في العالم، عنده هاري كين، ستيرلينج، لعيبه كتير جدا. انا اعتقد ان النهائي هيكون نهائي قوي جدا، الفرقتين يعني دي فرصه عظيمه بالنسبه لانجلترا، دي النهائي الاول ليها، اكيد هتسعى انها تفوز باللقب، عندها ما يؤهلها للفوز به. ايطاليا هي كمان عندها يعني بمصطلح الكوره عندها جوع للعوده الى منصات التتويج والعوده للتعبير عن نفسها، انا ايطاليا المنتخب الكبير بطل العالم اكثر من مره، وعدم وجودي في نسخه ده مش ما كانش كان حدث استثنائي. فاعتقد نهائي طبعا قوي جدا وفرصه جيده للتعبير عن كل منتخب منهم يعبر عن نفسه وعن قدراته، ولاعبيه كمان يقولوا ان احنا موجودين وقادرين على الظهور بافضل شكل. طيب لو يعني رايك عن او توقعاتك لنهائي اليورو والمباراه النهائيه، يعني بتميل اكتر لمين اللي هيفوز فيها؟ يعني انا ك ك كمحمد انا بميل لان ايطاليا قادره على صنع المفاجاه. يعني على الورق لو احنا هنبص على الورق هنلاقي ان المنتخب الانجليزي هو المنتخب اللي عنده كل الامكانيات اللي تؤهله للفوز باللقب. عنده دقه قويه جدا جدا، عنده فريق على ارض 11 لاعب في الملعب كلهم اقوياء جدا. المنتخب الانجليزي ما دخلش فيه غير هدف وحيد من الدنمارك من كره ثابته، لكن هو في نفس الوقت ما لعبش منتخبات قويه عشان تحرجه. يعني هو المنتخب الانجليزي ما لعبش فرق كبيره عكس مثلا منتخب ايطاليا كان معاه
كان لعب مع اسبانيا، لعب مع فرق كبيره. فاعتقد ان هو منتخب ايطاليا عنده كمان اللعيبه القادره على صنع الفرق. فبرغم الامكانيات الكثيره اللي موجوده في انجلترا، الا ان بشوف ان المنتخب الايطالي كمان اكثر جديه. يعني المنتخب الانجليزي عنده دايما عيب ان لاعبيه مش ما عندهمش الجديه الكافيه لحسم اللقاءات الكبرى. يعني ده وده ظهر كتير جدا في توقيتات كتير جدا. ويمكن رغم ان الكل رغم ان على الورق المنتخب الانجليزي هو الاقوى، المنتخب الانجليزي هو الافضل، عنده بدائل اكتر، وهو يمكن مرشح بنسبه كبيره جدا، الا انا بسيب او بدي فرص كبيره جدا ان ايطاليا قادره على انها تفاجئ المنتخب الانجليزي وتحرج المنتخب الانجليزي، وبنسبه كبيره ممكن تكون هي بطلة اليورو كمان. طيب مين النجوم من المنتخبين اللي بتتوقع انهم يلعبوا دور مؤثر في اللقاء او يكون ليهم تاثير على الجماهير ويفاجئوهم؟ المنتخب الانجليزي في كتير، يعني هي دي الفكره اللي بقول لحضرتك عليها، ان المنتخب الانجليزي عنده لعيبه كتير. المنتخب الانجليزي عنده ستيرلينج، عنده جريليتش، عنده هاري كين، عنده فودن، عنده هندرسون لو لعب ليفربول، عنده اسماء كبيرة جدا، وعنده راشفورد طبعا، عندهم أسماء كتير جدا. يعني لو بصينا على الأسماء اللي موجودة في إنجلترا، لا هنلاقي إن هم عندهم على المستوى الفردي عندهم لعيبة كتير جدا، عكس المنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي كورته جماعية أكتر، يعني ما عندوش الأسماء الكبيرة قوي أو الأسماء الساطعة قوي. يمكن عنده مثلا كيزا، عنده إنسيني من اللعيبة اللي ممكن تعمل فارق، عنده جورجينيو في نص الملعب، عنده بنوتشي. يعني بس لما بنيجي نبص عليهم على المستوى الفردي او مستوى صناعه الفرق، لا بنلاقي ان الفريق كله كمجموعه هو الرهان عليه. في انجلترا ممكن نراهن على لاعب مثلا زي ستيرلينج، على نراهن على لاعب زي هاري كين، لكن في ايطاليا اعتقد ان اي حد هيراهن لازم يراهن على المجموعه ككل مش على لاعب واحد، لان هو انجلترا ايطاليا بتلعب كمجموعه كامله. فانا براهن على منتخب ايطاليا وعلى جديه منتخب ايطاليا وعلى روح منتخب ايطاليا، والاهم ان انا براهن على مانشيني اللي قدر يصنع فريق قوي جدا للمنتخب الايطالي يلعب كوره كويسه جدا. بالتأكيد. افضل مستوى للمنتخب الايطالي او افضل نسخه للمنتخب الايطالي شفتها بتلعب كوره تقريبا. شكرا ليك محمد البرمي الناقد الرياضي على كل هذه المعلومات. النجم العالمي الراحل عمر الشريف واحد من الوجوه المصرية المشرفة للفن المصري في العالم كله، خصوصا أنه كان بيعتز بمصريته، وطول مسيرته العالمية في كتير من سينمات العالم دايما كان مرتبط بمصر وبيروح ويرجع لها، حتى إنتاجه المصري ما انقطعش، وكل عام أو كل سنة كان بيقدم عمل مصري خلال مسيرته في الخارج، زي فيلم أيوب وفيلم المواطن المصري وفيلم المسافر. دي كلها كان أفلام قدمها وهو في أقصى درجات النجومية في السينما العالمية. عشان كده النهاردة كان لازم نحتفي بيه وبمسيرته الكبيرة في الذكرى السادسة لرحيله، واللي خسرنا فيها واحد من أهم سفراء الفن المصري للعالم. النهاردة بتمر ذكرى رحيل واحد من نجوم الفن اللي زاد عطائهم على الساحة الفنية في مصر عن 40 سنة من الإبداع والإخلاص لصناعة السينما والدراما التلفزيونية، وهو الفنان الراحل سامي العدل، اللي حضوره على الساحة الفنية كان حضور إنساني بالإضافة لحضوره الفني الكبير كممثل ومنتج، وده اللي خلى أغلب اللي عرفوه يطلقوا عليه لقب الخال سامي العدل. رحم الله سامي العدل اللي أمتعنا بكثير من الأعمال الفنية المميزة. Thank you.
مكملين مع حضراتكم فقرتنا النهاردة في هذا الصباح، ومع قرب عيد الأضحى المبارك بتتردد كتير من الأسئلة عن فضل الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وكمان بتتكرر أسئلة كتير عن الأضاحي ومواصفاتها وطرق الذبح وتوزيع اللحوم على الفئات اللي بيستحقوها. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهنجاوب على كل الأسئلة اللي بتشغل حضراتكم مع ضيفنا اللي بينضم لينا في هذا الصباح، دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا ويا صباح الخير على الجميع، ويعني ننتهز هذه الفرصة العظيمة لنتقدم بالتهنئة لهذا الشعب العظيم، وللتهنئة لجموع الإنسانية كلها باستقبال هذه الأيام المباركة والنفحات العطرة الأيام ذي الحجة، والتي ستختم عشرها بعيد الأضحى المبارك، وهي أيام عظيمة يفتح الله سبحانه وتعالى فيها من السعادة والبهجة ما يشاء لعباده أجمعين. في البداية حضرتك ممكن توضح لنا فضل الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟ طبعا هذه أيام مباركة عظيمة كشف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرها، وكشف لنا فضلها لما أخبرنا بأن العمل الصالح في أي يوم من أيام السنة ليس كالعمل الصالح في هذه الأيام، بل الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل الأعمال في يوم من أيام السنة. نعم هناك ليالي شهر رمضان، وطبعا هذه ليالي شهر رمضان أفضل من أي ليالي، لكنه أو خصوصا عشر الأواخر من رمضان، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة هذه الأيام أفضل الأيام وأعظم الأعمال الصالحة ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا وأن التاسع والعاشر من هذه الأيام التاسع وهو يوم عرفة الذي يقف فيه الحجيج في عرفات ويعمم الله سبحانه وتعالى فيه النفحات والرحمات على أهل الموقف وعلى غير أهل الموقف من عموم الناس أجمعين، والعاشر وهو يوم الأضحى وهو اليوم الذي يتقدم فيه الناس بأضاحيهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتشهد لهم الأضاحي وتشهد لهم الصدقات وتشهد لهم الصلات عند الله سبحانه وتعالى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح في هذه الأيام الأعمال الصالحة، ويسمح لي المشاهد أننا نوضح العمل الصالح ماذا يكون وكيف يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح هو العمل الذي يحتوي على واحد أو على ثلاثة أمور. الأول الأمر فيه تعبد لله سبحانه وتعالى زي الصيام، وكما اعتاد كثير من الناس أن تصوم هذه الأيام، طبعا باستثناء يوم العيد فإن الصيام فيه غير مشروع، ومثل الصلاة أكثر من الصلوات، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى وهو من أفضل الأعمال خصوصا في هذه الأيام، الإكثار من قول لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الذكر والباقيات الصالحات التي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالذكر من الأعمال الصالحة. أيضا صلة الناس ومساعدة الفقراء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الأيام هذه العبادة التي ننظر إليها جميعا، وهذه وعبادة الأضحية، لأن فيها جبر لخواطر الناس سواء كان من الفقراء أو من الأصدقاء أو حتى من أهل البيت، فيه توسعة على أهل البيت، وهذا لأخذ منه أن صلة الناس وتزكية النفس لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأيضا عمارة الأرض والعناية بشأن الوطن والعناية بشأن الدوائر المحيطة بالعناية والاهتمام، الإحسان
إليهم وإحسان الأعمال التي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيها والإتقان. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. في مقدمة الحديث التي أتكلم فيه عن تقاليد وسنن ذبح الأضاحي وكذا، فيقول فيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإتقان الأعمال، كل الأعمال بهذه النوايا الصالحة تحسب في الأعمال الصالحة التي صح فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الأعمال، أعمال السنة، في تكون في هذا العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذه دعوة للجميع أن نكثر من كل الأعمال ونكثف النشاط من كل عمل فيه عبادة لله سبحانه وتعالى، فيه صلة للناس والمجتمع وتزكية للنفس، وأيضا كل عمل فيه تعمير وإتقان للواجبات التي يقوم فيه بها الإنسان أيا كان موقعه وفي كل مكان. طيب دكتور خالد، لو تكلمنا عن يوم عرفة وأهميته الروحية وفضل صيامه وكل الأشياء المتعلقة بيوم عرفة. نعم، يوم عرفة صح فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله أفضل والأكرم من أيام السنة، وقال إن أفضل أيام السنة هو يوم عرفة، وإن الشيطان لا يرى مدحورا ولا مكتئبا ولا حزينا في يوم من أيام السنة مثل يوم عرفة، لما يرى فيه من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى على أهل الموقف الذين سيقفون على عرفات ويكتب الله لهم هذا، وعلى كل الناس الذين وسع الله سبحانه وتعالى لهم في شتى بقاع الأرض يتنزل عليهم بالرحمة، حتى جاء أن الشيطان يقول يا ويلي يا ويلي أضلهم طول العام فيذنبون ثم يأتون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم في هذا اليوم. فهو يوم وهو يوم الدعاء الذي يتقبل الله سبحانه وتعالى فيه دعاء الداعين في أي مكان. وقد اعتادوا دائما أن من بعد صلاة العصر يجلسون عصر يوم عرفة إلى غروب الشمس، وسيكون غروب الشمس من العيد، ليلة العيد، داخلين في ليلة العيد، هذا الوقت ينقطع للذكر وللتسبيح وللدعاء، لأن الدعاء مقبول ومستجاب في هذا اليوم الصالح. أيضا السنة العظيمة فيه وصيام يوم عرفة لغير الحجاج ولغير أهل الموقف أن يصوم الناس يوم عرفة، وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفصح لنا عن سر هذا الفضل لما قال لنا إنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة، يكفر من الذنوب ذنوب سنتين. فصوم هذا اليوم مع وبعض الناس يعتاد أن يصوم بقية أيام العشر، فذلك فضل أيضا عظيم، وهذا اليوم له اختصاص في قضية الصيام عظيمة. فصيامه وصلة الأرحام فيه والاستعداد لاستقبال العيد بصلة الأرحام وبالصدقة وبالتطوع إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة الناس في هذا اليوم أيضا عظيمة، لأنه داخل في الأيام العشر من ناحية، وهو أفضل هذه الأيام أو ذروة هذه الأيام، ثم عقبه عيد الأضحى وأيام التشريق المباركة التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها الأضحية. طب لو حضرتك ممكن تكلمنا على الأضحية اللي هي من أهم الطقوس الدينية في عيد الأضحى، ممكن تقول لنا عنها إيه هو فضل الأضحية؟ الأضحية عبادة جعلها الله سبحانه وتعالى وشرعها للمسلمين، وهي سنة نبوية فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، بل وضحى عن فقراء أمته صلى الله عليه وسلم. الأضحية هذه العبادة العظيمة يتقرب فيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بذبح شيء من الأنعام المقصود بها طبعا، كما عرفنا الإبل والبقر ويدخل فيه الجاموس، وكذلك الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه تسمى الأنعام، وهي التي يشرع بها التضحية، بتذبح كما اعتدنا من بعد صلاة العيد، وتمتد فترة
الذبح يوم العيد والثلاث أيام التي بعدها والتي تسمى أيام التشريق. بيختار الإنسان فيها ما يستطيع به أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن اختيار ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ويسمح لي المشاهد الكريم أن احنا ننبهه أن احنا وإحنا بنحسن اختيار ما نتقرب به إلى الله يكون من أكثر من جهة، فإن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن أنت تحسن اختيار ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من حيث أن هذه تكون موفورة اللحم والذبيحة تكون صحيحة من الناحية الطبية. وهنا تتدخل استشارة الأطباء البيطريين في أن هذا اللحم صالح لي أو هذه الأضحية صالحة وخالية من الأمراض وخالية من ما يعكر أن تكون قربة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ومن الطيب أن تكون خالية من العيوب وخالية من الأمراض وأن تكون موفورة اللحم تصل إلى الذروة في أمثالها سواء كانت بقرة أو غنم أو معز أو كذا، تصل إلى ذروة لحمها وامتلائها. أيضا ونحن ننبه في هذه الأمور ننبه أنه عند الذبح ينبغي أن نراعي الله سبحانه وتعالى. ومراعاة الله سبحانه وتعالى بتتمثل في أمور كثيرة، من أهمها أن يراعي الله سبحانه وتعالى في الروح التي سيذبح، وأن يستحضر أن هذه روح، وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع له أن يسبحها وأن يسخرها له لا لأنه يسلطه على شيء من المخلوقات لا سمح الله، وإنما هذا تسخير من نعمة الله سبحانه وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهذا التسخير يقتضي منه أن يحسن، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أن يرحمها بأن يحد ما تسبح به، وأن يكون من يقوم بالسبح قادرا وكفءا للقيام بالسبح. وإذا لم يكن فذلك فالتوكيل في صكوك الأضحية يكون أولى. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحسن فيها أن يرحمها بأن لا يري أختها ذبحها، بمنأى عن أختها، وأن يقدم لها من الطعام والماء قبل أن تذبح ما يكفيها، وأن لا تقدم على الذبح وهي في حالة جائعة، وأن يغمض عينيها وأن يريحها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، وأن يفعل ذلك ولا يؤذي أحد بالذبيحة. وهنا ننبه على السادة المشاهدين والمشاهدات أنه لا ينبغي بل يحرم أن يؤذي الناس أن يؤذي أحدا بالذبيحة، خصوصا بعد بترك شيء من مخلفاتها وإسالة دمائها لتلوث الشوارع أو تلوث البيئة أو هذا، فهذا يحرم لأن هذا إزاء. والله سبحانه وتعالى كما قلنا طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن شاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه أضحيته فليكن طيبا ولا يفعل ذلك إلا بصورة طيبة. فإذا لم يستطع أن لعدم توافر مكان أو عدم قدرته على الذبح، فهناك فرصة كبيرة في توكيل المؤسسات والجهات المعتمدة بالذبح نيابة عنه وقيام بالأضحية، وهو مجزئ عند الحق سبحانه وتعالى. طيب حضرتك، شرعية لجوء غير القادرين على ذبح أضحية كاملة للشراكة في أضحية واحدة، يعني هي كمية اللحم فيها مهم ولا النسب محددة للتوزيع حسب الشرع؟ احنا عندنا في كل وحدات او اسهم وانصبه في كل نوع من انواع الذبيحه. فالغنم والمعز بتكفي عن بيت واحد او نصيب واحد من بينما البقر يكفي عن سبعه، فممكن سبعه انصب اسهم متساويه يشارك فيها كل بيت مثلا بسهم، او كل من يشقم ب الأضحية بسهم من هذه الأسهم. على أننا ننبه أيضا وهو شيء مهم، وإن الأضحية سنة
على الكفاية للمستطيع للذي يقدر على ذلك. فإذا لم يكن مستطيعا لا يقدر فليس من العقل وقد شرع وقد حبان الله سبحانه وتعالى ودعانا إلى التعقل أن يستدين وهو أو أن يدخل نفسه في شيء وهو غير قادر أو غير ويظن أو يعرف أنه غير قادر على أنه سيسد هذا الدين. الأمر مختلف طبعا إذا كان عند ميسور وعنده شيء منتظم ويظن أنه سيسد هذا الدين. ولذلك فنحن ننبه أن الأضحية على المختار من إذا كانت من غير نذر إذا لم ينذرها الإنسان فهي سنة لا يجب فعلها وإنما يستحب فعلها وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى قطعا وفيها صلة وفيها كفاية للفقراء وفيها من الأسرار إنها لا تقع عند الله سبحانه وتعالى موقعا كما قال رسول الله وإنها لتأتي بأفضل فيها ودمائها وإنها لأن الدم لا يقع عند الله سبحانه وتعالى موقعا ولكن كل هذا مع أن يكون يظن الإنسان في نفسه أنه قادر وإلا فبالنية والرجاء إن شاء الله يلتحق الإنسان بثواب القادرين. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا لكل هذه التفاصيل والمعلومات. وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من هذا الصباح.